تيمرز معاكم ماكي كالعادة ومعانا صالح ريكشين. شنية الشيء ذي احنا بيدنا ما نش فاهمين شنو ما الفازيت هذوما. ماكي ماكي عطينا شنية جاء في مخك اول ما وصلنا المساج الاولين. جاء في مخي المساج الاولاني انا قلت باز عملنا لهم حكاية وربي تست انه اول حاجة خفت على البيت تاعي صاحبي مش عليك صاحبي ربيت عليه الكبدة ريكش عليه صاحبي يا مفرحوا بينا جميعة التشات زاد شقالكم في الفوزيات جميعة التشات احنا بيدنا مازلنا مانيش فاهمين حتى شيء راه مازلنا عرفتك ال ولا تفرج عجبتهم في التشات يو خنشوف الرياكسيون تاعهم خنشوف يا قادر يزي بلا واحد قادر يزي لايف تعبد محترم ضعيف الصوت ليه مريقل الصوت ليه جو بيس عبي الصوت جي جي الصوت بليز صباح خير وين لينكو لينكو او جي سايبو امبوتياج ما خلنا ندخلوا احنا نفهموا الحكايه بعد يجي لينكو يا اخي كيك اهو المديرين ديما يجيو مخك هكا هو بتبيعات برتع فيديو شبيك تعايد عامل جو ما عيطتش برسمك عاملين هذوما كله عاملين شي نقعد باش تفتق البيت وهاد السوت هادي مريقل السوت يا جماعه حسن وش قالكم في الفازيات احنا بدنا كيما قلنا لكم ليش فاهمين حتى شيء والله لان لقاو تصورنا مع القين والدنيا وش قالكم في الفازيات راكم صاحبكم ما نعرفش كي قاعده تبان ولا لي غديك الله وزيد فازه واحده اخرى فما كاميرا لهنا كاميرا لهنا كلها كاميرا ويت انا بشرح لك جماعة ستار اكاديمية عرفتهم اللي يحصرون في بيوت يحطوا لهم كاميرا ويت شو اسمهم هذوك ليه ليه تحسوا ما نعرفوش شكون تعرفوش ذا فويس ما ربح فيه صبر الربيعي عرفوش ذا فويس ربح فيه يا اخي مش صبر الربيعي معروف من قبل ليه ما هو بامريكا ملا كعبه البيت ريت صاحبي شنو بروجرام الليله بدا بروجرام الليله هنا قاعدين تعرفونا القاعده نتاعنا في اللي هنا قاعدين هذه كحله وانا كحلوش اثنين واحده البيت يا اخو صاح هو تنجح هذه تغطي الكرش هذه كوتر راسيزم مش والله تغطي الكرش كير نعرف روحك نبدا مطبس الكرش تبدا سبورتيف امي كك قاعده تفرش ولا تندخل نترن سايب امان برسم كلاب ولدك عشت ملا كوستيم اخويا ماهيش كوستيم هذا او باش نحيها على خاطرك صح خاطر انا بيدي شعلت ما فهمتش عليه حتى انت جاي في بالك البيت هذا تدخل لها تسخن وحدك كان الدنيا بارده الدنيا سخنه تبرد وحدك صح اوتوماتيك صاحبي عملوا لنا جيف واي تو احنا حشمه على رويحنا صاحبي عملوا لنا جيف واي برسمك بيت ولايف برشا كاميرا ويت وكل شيء قول عملوا لنا جيف واي اتونسيون بليز عليه يوتيوب عليه يوتيوب مش تويتش خندزوا فازتنا لهنا على اليوتيوب شويه فهمتني ان المهم تفرح يوتيوب تويتش اي حاجه باهي فما واحد قبيله قال سؤال باهي برشا شنو البروجرام الليله البروجرام الليله كما قلت لك هنا قاعدين قاعدين نحكيو معكم انتم نجيبوا فيكم التشات وكل شيء وبعد باش يجينا صاحبنا اللينكو بزلف اثنين وبرنسيب خاطر دخلنا احنا اللي حابين نكتشفوا قبل ما يجي هو معناها وباش نقعدوا نحكيو من بعد باش نلعبوا فما اللي جو ديجا شفناهم التالي كونتر سترايك سي اس جو فورتنايت وفور اونر معناها جوات اللي مستنسين نلعبوهم معناها نتاع التفريق نتاعنا هذوكم هما فهمتني اول مره ذي معنا اللينكو اللي هي حاجه معناها ما تصيرش كل يوم او مش حتى ديما تشوف رابور قاعد يلعب و وسيرتو يلعب في فورت معناها فيفا ولا برو تتعدى ما فورتنايت وفورونر ما عرف شنو هيك فازا صاحبي شحال تربح ليه ما يربحش ليه برجليه كان يربح ما ليه خايبه كان يربح ما تجيش قول يا مدير او جاي المدير تو جاي المدير مديرين كيكا صاحبي ديما يدخلوا مؤخر وفازاتهم وجو محلى جو توب ان كالعاده شنو يطلع ترندنج الواحد صايم الزلك الدنا ولا شنو الحكايه فما ترندنج في اليوتيوب اسمع قاعد نزل لاني خط نقرا في التشات ما نعرفكم انتم تبداو مانيش حول الدرا تصور يربحكم يا دي ما يربحنيش صلي على النبي صح قلت ربي جيبوا ولا شبيها الطقطقه كبيره يا ماك شنو الطقطق شنو الطقطق على المخده ما نعرفش معناها الطقطق لا تم شكون يعرف صندريه صندريه او مراسن بالبيه بقلب صندريه هكا كفاز جيت بالزهر كبير سلم على لينكو تو يجي يسلم علي وحدك صح باش ترجع الميجاوات وقته تو وقت ميجاوات هذا كلام تو فما بيت كيما هكا وتقول لي ميجاوات لا شي يعمل كيف
وريونا الروم هذا تو تشوفوها الروم شابت فيديو ان شاء الله بعد ما نعمل الفازيت على الستريم نتاعنا تو تشوفوا الروم كلها معناها الفازيت الكل كيف تكتشف يعني فيش تكتشف سنه 1900 يتفرج نجم نطيح مازالوا قاعدين يطلعوا قاعدين يطلعوا الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاد اليوم 3000 ان شاء الله كان مش 4000 نحطموا لي ريكور ما ونينجا جيب دريك فبني طيح ريكور احنا صاحب نجيبوا ليكو نطيحوا ريكور جبنا المدير صح المدير 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 بيد اه تبتك فيش طول 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 المدير ولا طول 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 مش نرمال صح جيبونا طول طول صاحبي نعملوا طول 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 كونكور كونكور طول 5K ريكورد وقتها عملنا 5K ما عملناش 5K عملنا يذولي 3K قبل زاد قبل على الاخر ومش في الشان نتاعي ليه ظهرني في 24 ظهرني وصلت 3 ريفيو ايه ايه في 24 ها ما استنيش 5 ايه 5 ليه 5 اخويا ان شاء الله في المستقبل علاش ليه في ايطاليا ليه صاحبي في تونس هذا شاف البيت شاف البيت خل بعض خلك في تونس وفاز كما كما تواجهش بعض برج ولا يا صاحبي حقيقه فرحوا بينا برج ولا ليه والله رجلونا على الاخ على الفاز الاولاد فهمتني ولا انا لاني بي سي اومين فهمتني كونفيغوراسيون تاعو اي 7 كارت جرافيك 1050 12 جيجا رام الى عاب يخدم جو به ان شاء الله باش ناخذ كعبه الراح به انا من هنا من تو اه من تو قاعدين يسمعوا فيا هم تو باش ناخذ كعبه الراح به جمعت الاش بي شكون شكون هو ذحي جات في بيس بي سي جمعت الاش بي صحابكم هو خذا انا مزل وانا حكيت على شخدمت وانا حكيت على شخدمت بتحسب لي صحابي جمعنا فسالك فازة صاحبي يخذن وياك بركة مش خلنا نقول لهم مين يجمو يخذوه حتى هم نعطوني ورقة اعطوك ورقة باش تقول لك منين تاخذ باش نمشي بعد ناخذ واحد كيما هكا نبداو نسميو خويا اون برانسيبي عملنا فيهم التور هذوك هما اسميو انت كعبة وانا كعب عليه تحس تقلب في الجواريت يوسف المساكني فيشناي ماي تيك وي تونيزيانيت وي زوم انفورماتيك وي ويكي وي دي ديسكاونت وي وسكوب وي ولين نشد راسي فالان حماه بارتاجيو اللايف لليد والله نحب نعمل دي كسر صاحبي الح تعرفوا الح الديزاينر بتاعنا هو تو في الريجي ديجا قاعد غديك وقاعد في تشات يباني ويرجل وهو اللي قد التصويره تعرفوا ما نساش باش تتابعوا له الاولاد على الانستغرام والفازيت هذوكم الكل ماكم تعرفوا يحب انستغرام خاطر يهبط برشا تصاور حتى انا تابعوني على الانستغرام خاطر نحب الانستغرام الح الح ممكن الحاد ولا الح ما هو خاطر ما عادش الواحد يا اخي الكاميرا مين مسكين باش يقعد واقف تحب كرسي تحب كرسي صح الجماعة حست بالدم في الراس حسبوني الارواح اليوم ان شاء الله ريكورد ان شاء الله صاحبي انا متفائل انا متفائل اليوم ريكورد بدينا 2200 قريب نقرب ومازلنا مازلنا هذوما الجماعة نتاعنا مازالوا ما جاوش المديرين جاو المديرين حتى نشوفوا فهمت نحطوا عليه بريسيون كان طاحوا الفيوز تنقول لك فيه كيفاه والله صاحبي مكي مش جيم بلاي بعد مش نلعب وبعد مش نلعب واللي جاي قلت عليهم فورتنايت سي اس جو نلعب مش مزروبين بنزين نحطها لنا او فريستايل مازال عايش وين فريستايل في تشات يا فروق ما عرفش فريستايل في تشات ولا لا بين جيبوها يا الاولاد قلت ربي لاباس وينو لينك امبوتياش تو يجي اللينك ما قلنا كلمناها بعد ما وصلنا احلى معنا انما نبداو اللايف بعد يجي تصور كان دخلنا هما باش يطردوا ولا باش يقولوا له وجه وقدام ما يجيش فهمت دونك صاحبي او جي لا فهمنا الحكايه من البارح عن المديرين ديما يبوستيو فيك هذوما كجماعه المديرين نتاعنا مش المديرين نتاع سيسما اللي ديما يتفكوا في الشات هذوما المتفكين متفكين انا ليك شيء مازال بكري انا قاعد حسوا انا اليوم اكسايتد على الاخر لل اه لهنا الريتير اللايف تو بدي عنا اللايف ولا جنبي انا اليوم اكسايت فما من بعض ما عرفش كان باش تتفرجوا الليل الفايت نتاع كونر ماكغريغور وخبيب برجولي برجولي قلت لك بعد الحمد لله اللي قالها خبيب
ليه ليه اسمع انا تعرفني فان بوي بتاع كونر بتاع كونر بتاع كونر اما اسمه خبيب حاسه هو بشير معليش انا حاسه خليتك تحس على خاطر كونر البارح في الميزان بينك لي منرفز مستنسكي يضرب اي مستنسكي يضرب في الميزان كل شيء مش مستنسكي بيني معناها كلي منرفز بالرسم يقوم يضحك معناها من بعد كلي بلعان يلعب له مخ البارح بين العكس بين خبيب يعمل له اي عاود ارجع ما اعرف شنو هي والاخر منرفز على الاخر بودي لانجويج شكون بودي لانجويج ارجع للتشات قهوه في اللاك ليه بالرسمه برشا هي ما تهجمش البريدكتيف انا اللي قلت لك تحب توصلي لي ميساج لكونر خايف من خبيب مش خايف اما معناه ينجم يدخل اجريسيف معناه كيما عمل جوزيال دخل اجريسيف كلي بونيا طاح من الاول ولا صارت له معناه كنت بليش روحه اه في النيفو نتاع كونر صعيب انا قدر انا نتمنى كونر يربح اما حاس خبيب بشير انا نتمنى تفدرو عليك يا سايل لوك بول فين اللوكال يا ماكي ولا دو ما عرفتك اللي اللوكال في بلاصه مخبيه تحكمش مش تعرفوها تحت الارض هذه تحت الارض مش تفديك قلت تحت الارض تحت الارض وفوقنا منجب نتاع ذهب اه كونغرويت بحر البحر بريم تاع البي سي يا جماعه لحظه بالك بري تاع بي سي نعرف عليه نعرف لي بري ما نسيت في الزوز و... زوز تسوي شويه زوز ملاين و 99 ابارتير من زوز ملاين و 99 معنا الزملاء في الحافله والله حياتي كانوا نتمنى باش نقول الزملاء في الحافله المهم نتمنى حتى كي سمعتها بقيت ما فهمتش الزملاء في الحافله قالوا لنا ابارتير من زوز ملاين و واللي قلنا 99 وبعدك تمشي وكل ما تقوي في الكونفيك كل ما تقوي في هذا اللابتوب غاديك فهم الفازات الاخرين تعرف منورين من بعيد تفرج لا فرحوا بينا يرحم والديه يا اخي انت بنزرتي وقته تو صاحبه السلفيه اصلي بنزرتي اما مولود وعايش في تونس من قبل عجبتك تونس لا يا تونس يا اخي قلتي هي اسمعني تونس الكل وليه ما فهمش فرق كي يجي لينكو فركوها عليه وعلى الغنيات اللي قلقني نحندرو تحس في حوس مخاخنا بلا يا مكي عند زوز ملايين و 500 باش تنصحني نشري بي سي هاش بي ومين صح منكم اللي في عينك احليه مش من برا منكم واليكم عزك بابا عزيزي وين ماشي تذكرها هذيك للرفاع المنزلي للرفاع المنزلي للهاش بي ومين مكي تاكل لوبيا ما يا صح والله انت علاش ما نحبوش نحلوا في اليوتيوب ولا العظيم يا جماعه كور إيسيت أو كور إيسان هذا إيسيت لقدام باش تلعبوا شنايا قلتها قبيلة باش نلعبوا سي اس جو فورتنايت وفورانر شكون اللي هنا جاي على خاطر اللينكو معناها يحب يكتشف اللينكو يلعب كي خلينا نشوف اكتب بلس أ شوف قدش من واحد هاي دي لي صاحبي ديلي ننتظر باش تلعبوا فيفا ليه فيفا ليه فيفا ليه صح ببجي ليه زاد انا بلس ايوا اوكلي 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 بعد الشات اه طبيعي علاش بلس فهمتني ولا نحب نقول لكم للناس الكل باش تطلعوا ديسابوينتد صحيح اللينكو يلعب او باش تحس روحك ديسابوينت جيتي انا جاي على خاطرك مك عايش صاحبي يوسف مليك اليوسف عايش صاحبي يوسف ما جبتكش معنى انا يوسف مازلت نوب في الفورتنايت ولا كيكا برا ساعات فهمتني اللي اما يظن لك نلعب بلاي جراوند خير بس تنهبط ونلعب وتراح كنتر العبيد احنا ثلاث نموتوا من الاول بعد نلعب بلاي جراوند في وسط بعض خير خاطر انا نعرف راح نربحكم الزوز شكون انا نربحكم الزوز فورتنايت زيد قول لي ترى زيد قول لي من غير ما تبدا تتلف طيب خاطر انا نربح فورتنايت ليتو كيفاش سكت خاطر يعرف اللي ذيك هي الحقيقة ماذا ويل ولاد الكاميرا مير ما تخافوش عليه قاعد يكونكت يجاوبه شارش تو هكا تو هكا تو معناها تربحني فورتنايت باش تذلني نربح ديما فورتنايت مش ربحتك فورتنايت نربح ديما فورتنايت لعبة متاع صغار ماهيش لعبة متاع صغار لعبة متاع صغار ماهيش لعبة متاع صغار تقعد تقول لك هكا بالله يعطيني جو يقدوها
الجائزة نتاعها 100 مليون دولار اللي يربح فورتنايت 300 مليار توينسا يا معان طالع عليه عليه خاطرهم خدموا ماركتينغ احلو صح ايه خاطرهم يعرفوا يخدموا في الماركتينغ خاطر مش خاطر هالجو محلي على الاخر يجي فانتي ليه انت تقيس انت الفالور تاع الجو قداش يجي كول اوف ديوتي في عينك صحيح يبيني باش تعمل لك اوكورد هاند شيكس لوليد صاي فيديو بيودي باي باش نبينو جاونا بيه صالحنا البارح موديك تصرفي مكي الفيست مفزد المنظر في ماكش بروفيسي اخرتها في الكهرباء الفيست نتاعي مو انا خرجت سخون خرجت قرسين 300 مليار اي صح 300 مليار اللي يربح في الفورتنايت على البرو نتاع بيوت سيزاي هكا كابتن ببجي ازبر والله احضرت في في اسمها بي جي اي نتاع الببجي معناها استدعونا غاديك ما الالمانيا وكل شيء فما معناها ليفينمون خدموه بالقديمه فما دي ديتايك اللي يخليوك تقلق معناها التطويل برشا الحكايه وتلقاها كلها مبرونيا فهمتني بي فورتنايت كي تراي هاردي تشوف برشا بني هكا وبرشا فازيت فهمتني الببجي كي معناها تراي هاردي تلقاها كلها مبرونيا وكلها ما نعرفك فاز والفازة كيفاش التنظيم نتاعها جات دراكي فيها بيزار معناها النهار اللي جابوا فيه نينجا وشراود وكل شيء ماهيش محلوله للبوبليك محلوله كان للانفيتي معناها بالرغم اللي صارت 40000 في باريس فاز قلت لك ابار سا هو تنساش لي ستيل نتاع فورتنايت مش كيف ستيل نتاع ببجي فورتنايت فانتوبلي ايرلي جيم تيما تو ولات طريق ايرلي جيم كيما توك القنوات التوانسي يحل لك بث تجريبي يقعد بها 4 سنين ولات هكاك الحكي مش ايرلي اللي جيم نحكي كي تهبط فورتنايت من الاول تك 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 ببجي تنجم تاخذ تمشي للبلاصه تحكي على الوقت نتاع الجو انت خاطر تروح فورتنايت كان خلات نص ساعه تروح ببجي نجم يطول وما اكبر ببجي هذاك علاش نصور انا كي تفرج عندي في الفرجه ببجي نقول لك ايش اللي نحكي الفورتنايت هي اللايت فيرجن نتاع ببجي معناها نتصور حتى الوالدين مش في التوينس معناها الامريكان وكل شيء يخير ولده يلعب فورتنايت على انه يلعب ببجي خاطر الاخرى اللي بالرسمي تحسها معقده وتحسها دم وما عرف شنو الاخرى الوان والدنيا وفازات معناها نصور خدمة على هذيك كرتون. اما نصور فازه اخرى صاحبي كلوف تاع اليوم الزوز كلوف صح وفازلك فازه اخرى تفقت نحي المخده يا مكي نتاع الناس هذه نتاعنا شبيك قلم ثاني هذه نتاعنا هذه شبيك يعجبك شي تف سفيقس الكل تسلم عليك الحمد لله حقا نحب نعمل ديديكاس صاحبي بسيكو ويام اليوم والله مشي يبيع في السي دي كان باش يحضر معانا هو نورمال مو باش يحضر معانا اما تكابرت خاطر مشي اما انيسياتيف محليه على الاخر دونك ما حابين سفيقس ما نعرفش كيفاش تعدى الجو كلمناها قبيله قلنا اني مروح كل شيء امبرسيف عملت له جو غاديك متذكر عملنا اللايف اللي فات معاه امبرسيف عملت له جو حاجه باهي والله حاجه باهي نشوف حاجه محليه تو كيجي اللي كنت نحكيو فيه الفازات كيما هكا كول اوف شنو كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 اللي مش تخرج فيها البلاك اوت المود نتاعها نحب نشري ببجي نشري على روحك صح ديك ستيم صح باتل فيلد ميك لك كبوت باتل فيلد ميك لك كبوت خايب ديجا المبيعات نتاعها تحت 35% ولا شنو هي البري اوردر عمري ما ريت مراه تحارب الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه اما ليه الفاز هما كيفاش خدموها تحسها نتاع فورسيا وخرج السيد نتاع باتل فيلد قال كان ما عجبتكمش ما تشريوهاش معناها منطق دركي فيه العباد الكل ديجا فدت وما شريتهاش له وصلنا 1 كي لايك باي ذا وي 2400 تفرج 2480 ها نايس راني قلقت وينه جاي على خاطر لي ولا صاحبي ما عجبنيكش يسري احنا لا يا صاحبي يسري باش نقول لك دار فيك ماكش مستانس بالجو اللايف ويت تاعنا خاطر احنا مستانسين نقعد اوكي حتى 5 سوايع نحكيو فما حتى مشكل نتابع في مكي من 2015 ربي معاك صاحبي كيفاش نجمت تستحملني وقتك صاحبي 2015 انا التو مش مستعمله مش 2015 ليج اوف ليجند زمان ليه انا ما يجيش جونا طب ليه باش نلعبوا ليكو ليج اوف ليجند انا ما نلعبهاش سنفر ولا سابك نقعد نسبوا في اللي جات لينك قلت هومت انجرف انا الساعه ليفل 21 في ليج اوف ليجندز شكون تحكي معايا ليفل 21 انا اقوى من صاحبي ليفل 23 الساعه كذا بنتي دبرت كونت المره اللي فاتت هذاك ليفل 3 ايش علينا فيه كيف هيك لعبت اكثر مني لعب اكثر مني يا خائن مالك صاحبي خمس لعب والله خائن اقسم بالله خائن نوب صاحبي صراحه معلم سوس في معلم لينكو نغر كيما بسيكويام نغار كيما بسيكويام ليه ما نتصورش لينكو يضحك ما لعبت كونترو فيك ايام تونيزيا في الايميسيون غاديك جاوبيه جاي يفرق فيهم جاوبيه نتصوروا ليه بسيكويام يسر نغار
حما سبوا ما تخسر وما تربحوش حما. لعبت كنترو انت؟ لعبت فيفا وحلفت. لعبت فيفا وحلفت فين؟ لعبت فيفا وقتها في دار شد بعضيه وقتك الفاز انت وعملهم لك يدي خليش فاز ما عمل ايش تفرجت انت في اللايف اللي عملناه فازت السبات و... يدي بخليه فاز السبات قال خسرت خاطر جيعان انت لازم نحكي به معناه اي ضيف تجيب لازم تخلي جيعان في دارك ليه حقيقة تبطل حقيقة تبطل هو الساعة قبل كل شيء ما هو جيعان خاطر بعد خرجنا قال لي ماني جيعان قلت له نخرج ناكلوا حاجة قال لي ماني جيعان ماينكرافت بليز بالله صح خمم فيها الكلمة اللي قلتها وكذا خممت اي بديت اتسلم عليك يا شيخ تان فري فاير لعبتها فري فاير والله جربتها جربت نتاع نهار معناها وما عجبتنيش حسيتها دركي فيه بين صاحبي ما نكذبش عليك عرفتها فري فاير نصب اعطتني نفس الامبريسيون تاع كولوف اول ما لعبناك اللي مانيش فاهمين حتى شيء اما كولوف ممكن خاطر انا مستانس نلعب كول اوف ديوتي الطرح الثاني الثالث اوكي بديت نفهم في الفري فاير قعدت حاسس ما نعرفش نهار كامل وانا نجرب مانيش فاهم حتى شيء وحسيتها مقلقه معناها حسيتها كانك شد وجو معروف القاوها قدوا فيرسيون هكا دركي فيش وسايبوها انا كتب شيك كلوف حتى لعبتها مره لها بتوني في سيرفر وحدي ما خلونيش نلعب ليه انت انت صارت لك فازه واحده وهذا سيرفر كامل هبطوني فيه وحدي في وين خبزه نعم صديقي ريمبو 6 سيج الحب الحاجه ذي ولا ما عطيناهاش حقها ريمبو جات بريود ركشنا عليها على الاخر على الاخر على الاخر ما عطيناهاش حق عليه ما عجبتكش حيوت وضو لاخر سوني تليفونه ثاني خويا ليه والله يشبه فيها برشا تخدم مخصص هي سامبل وخي نفس الكونسيبت والاخر معقده عليه تعقد فيها تكتيك هذيك لا سامبليسيتي كي في لا بوتي صح واه مش نورمال الاولاد تحط له جيم تقعد حيت كي تعرف ايه صاحبي تحط له جيم غير نفوتك بثقافتي اسمع صاحبي لي كارت سير شكون هذيك لي كارت سير تاب شبا فرونسي الناس كلها تعرف تشات لي انا نحكي فرونسي قداش جبت في الباك فرونسي واحد جبت 9 ما خطك تنقل والله الا نقلت خطك عادي مع قلت لي في الورقه هذاك عادي مع جماعه الليبر يا اخي جيت تصلحوا لجماعه الليبر وحدهم اما تذكر ما هو قرينا مع بعضنا احنا في الليسي في بالكم مستنسين نفوتوا اثنين امبوسيبل اش بيني في الباك جبت 9 قلت لي في الورقه بوس حسلوا ما عليناش الموضوع ذا مش نحكيو حتى نورمالمون تعرف في اللايف قوس حليناه طب جي موبايل اي صاحبي طب بيت هذي وبيسيت وفزيت ونا باب جي موبايل صاحبي اختلاه هذا كلام صاحبي صاحب كلام صاحبي نتعشى ونجي مريقل بشير بارس فتسايبك وقت بشير بيعدي يجي بشير تعمل شيء نكلموه شرفة وينو اسمعني كلمه وانت كلمه كلمه شيش يطلع كلمه حما قالوا اسمعني عادي كلمه حما بجي وسيت وفزيت اجي بانكو مع لينكو في الحمو والله بانكنا اللينكو تليفونه مسكر ده قالي جبت بن بس ولاد الناس كل ازمو على انستغرام بتاعه لينكو بانز فهمتني سباميوه ايجا بس ما في دقان انا سألت له ايوه ولاد انسيوا اللي قلت لكم الشيء ذي خاتين اها واجي بالله مشي مشي باترون استنوا يا جماعة استنوا لا فيكم بالضيف الساعة قبل أوجي السلام عليكم أين أنت جاوكم به الولي جاونا به جاوك أنت به أموركم به شنو هي هذيك صاحبي شنو فازة جديدة هذيك بتاع هذيك فازة بتاع كينكستا صاحبي أموركم واضحة أمورنا واضحة صح صديقي صح صح هذيك بلاصة الضيوف صح إيش جلاني ولا كنت تفرج في الثنية أخوي العباد وين ولينكو ها ولينكو أخوي ولينكو المدير أخوي الكاميرا جاوك بيه الحمد لله وين تفرج تا وين بالضبط وين تتفرج غاديك الكاميرا وغاديك كنت تحب تتفرج في اللايف نحطوا اللايف يمشي تحب قدر لكم راحك اي بتبيع بهيش يا اسمعني كان عندك الظروف اللي عندي انا فصل الكرش ليه هاي شنو كيفاه تعمل خد هكا يا صاحبي ليه ليه انا زفلت عطوني لهنا ما عطيتونيش مخد عطيني مخد عطيني مخد ليه عطيني مخد شد هكا ليه بيضه خاطر الكونتر الراسيست
شدك يا صاحبي سمحنا هذا خلقنا نتاعك ازلوا يا جماعه ام جي ديرو فهمتني ولا ليكو جي ليكو فما روتار فما روتار شويه تيبوس فما روتار ما دي لي صاحبي يا جماعه لومير امورنا ولا ما لومير استنى اعطينا لومير جاوبي اموركم واضحه اموركم واضحه شنو قالك ساعه في الفوز انت هذاك في الكواترو انا في الكواترو صح حتى انا ذاك في الكواترو انت فورتنايت وهو ببجي صارك صاحبي المرة الجاية نحطوا لك تصويرتك ما حطيتوش تصويرتي اه هاوكا ذاك هاو يعني ايش على ذوك اه هاوكا مغازي عامل كاموفلاج والله يحلو خدت هذيك مش عقله حاجة قالك استخيلتها الحكاية ما استخيلتهاش هكا ما عرفتش صح والله بارك الله عليكم اثبتك صاحبي لينكو بارك الله عليكم باه بابا لينكو بانز جيتنا في بانز هاكا قدام استديو ديجا يا رب نخرج نشوفوها تعدى لايف وي هكذا بس كده ستار بورت جوابي ستار بورت أمور هواي ايش عندك جديد موزيكا فوزيت أنا حضر أين أنت من العالم جمعت شات خلينا نتكلم حاجة بيه اللي فما ليكو بعد هاي نحكيه على شنو مش نعمل شنو مش نعمل فما جديد فما فما الله البركة كيفية هي كل خير وبركة فما باش نرجعوا للستيل القديم تاع 2014 لا مش في الدرجة هذيك مش بك الوقاحة هذيك معناتها اما بال في ثنية أخرى مع ثنية القديمة أنت تعترف بلادة تعرف قشتيل تعرف كذا. بمبلك براسك كرة سلة. لا مش للدرجة. علي بيه يا ذيك. بيه يا. والله هي بيه. أخوي اسمع عنا أفونتاج إحنا اللي إحنا نجم نسأل تشات. نعمله نعمله. القديم متاع لينكو يعجبكم ولا هيك الباروليت متاع البلاد متاع اللي قال لقني نحندرو وكل فازت. لا البلاد باش نرجعوا لها ما مش بالفصان ذيك. كيف هذيك قد معناتها تشوكي شوية معناتها فصان كلي معناتها. مانيش نحكي على معناها الستيل القديم فهمتني نحكي على الباروليت الستيل تاع التشيزي معناها اللي يضحكوا باروليت ويتشدوا في المخ فهمتني كلها اي تفرج اي تفرج تشات شنو هكا هاو مالك هاو نرجعوا لهم مالك نرجعوا لهم نرجعوا لهم مالك هاو دبل بعد لهم يا حد اي خير خاطر برجوليه حسيتك شديت في ستيل تاع انا نعرف اسمع انا نعرف كل ارتيست معناها كي يكتب راهو متعدي بريود هذيك في حياته يعني كنت متعدي بريود انا متعدي بريود خارج من ديبريسيون معناتها بالرسمي نحكي معاك جرب ديجا تغرم شويه بالجيمينغ تلمو في الدار ديما نلعب وليت شويه استرا لعبت خلينا نقرا ترفاسين لعبت فورتنايت فورتنايت ولا لي عندي بلايكات في الدار جديده تاع طفل ديديكاس ترجعها لك صاحبي ما تخافش متسلفها من عنده لعبت لعب جي تي كملتها كملتها كل كملتها وقتلت صاحبي في الاخر وما عجبتنيش الفازة كيفاش وفيت لي انا قتلت صاحبي كيفاش قام تقتل فيه انت هو قال لي يقتل صاحبك ليه تنجم نجم تقتلوش ماني سمعت بها مخر الحكي بعد ما قتلته في بالي ما نجمش نقتله خاطر نبراكي معاه في الجو وانا هو اللي قتلته صح مايكل مايكل غاضني مايكل وعنده مرته هو يغيظ وعنده بنته انا احسن كاركتير شفت عليه في مايكل 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 اكثر من تريفر ذي تريفر اللي عنده الكاميرا الحمراء ليه ينرفزني هذاك يحكي برشا هو احنا في ميسيون وانا نسوق في كاميونه وقدامي البوليسيه وكله هو يحكي في الكاسك ما حبش يسكت معاه عادي يبدا يحكي لك على صاحبته ولا يحكي كيف صحيح اما مريض صاحبي في راسه اما مهبول مهبول كاركتير كويس لعبت فورتنايت شويه زاد نعرفش كيف نلعبوا اليوم فورتنايت شنو نلعبوا فورتنايت شنو نلعبوا فورتنايت شنو نلعبوا فورتنايت ما نعرفش في البي سي كيفاه لا تنفسروك فما حتى ان شاء الله نلقى روحي ميخو لا شنو نلعبوا فورتنايت سي اس جو كونتر سترايك كونتر سترايك هاي باس وفور اونر ما نعرفش فور اونر ميسيل شنو تعرف فايكينغ وريخ اخر حكيت لي عليه البارح قلت لي هذيك كيما مرت لكم باما هي تروادي هاكيك جاونا بيه باش نربحكم قلت تنزل برشا قد ما تنزل قد ما تربح عرفت لا مش صحيح خاطر عندك ستامينا نتاعك تتعب الجوار يقعد يضرب برشا يتعب اه ما عادش نجم يضرب مشكلة فيها شوية تكتيك لازم خبيثة شوية وجا كبيرة فوالا سينو فيفا ترينيت اما الغالب باش نلعبوا فيفا المرة الجاية ان شاء الله مانيش باش نلعبوا فيفا جربت الفيفا 19 خرجت سيء خرجت اللي هي عندي 2018 وما زلت فرح بها معناتها ديكا ديكا معناتها نفهم فيها زلت راه قصيت من البرو 2000 عرفتك تجري سنتر شوت ماركي اه ما نذكر اخر مره كلعبنا في ميجا وات قلت لي شنو نلعب وقلت لك فيفا دي سيت ولا كنت نلعب في البرو ما نعرفش الفيفا تو تغرند بالفيفا وليت نحس البرو حاجه بس انا شنو نسلك تعديت بستاج الام بي اي بيان سور في الحومه عندنا سالجي في الحومه ديما نلعب ام بي اي شبوبه الام بي اي بتبيع ياسر شباب بالامبي ماركي بالكارو بالامر ولا ليه بالامر امارات وعالميه زعما
مهم معناها نستنيو موسيقى على قريب الساعة الموسيقى ولا فما شوية سوربريزات في الثنية وفي الحاجة كلي في الثنية نحب نعملها هنا فهمتني ما عادش باش نركز برشا مع العبيد شنو يحبوا خاطر يهزوك لك معناها باش تعمل موسيقى تحبها انت موسيقى الرولاك حاجة باهية في تونس وليت تنجم تعمل موسيقى تحبها انت و تلقى شكون ولا المينوريتي اللي يقبلوها هذيك تنجم تعمل بها كونسيرات تنجم تعيش بها انا باش نسالك سؤال استراتيجي شوي الغنيات القدم نتاعك الالبومات القدم كان هبطهم ترى في وقتنا توا معناها نعرف الاذن التونسيه استانست بالراب التونسي وكل شيء كان هبطه توا ترى ينجح اكثر من اللي هبطه قبل خاطر حسيت كي هبطت انت كالغنيات نتاع سابقين برشا سابقين برشا على الاخر زاد فوالا قبل وقتهم المونتاليتي التونسيه ماهيش قبل اي جوستومون جوستومون بالضبط قبل وقتهم على الاخر على الاخر تاع العباد ما فهمتهمش تاع نفس العباد تاع نفس العباد اللي يقولوا لي شنيا اللي تعمل فيه هذا نفسهم توا كي يعرضوا لي يقولوا لي يرجع لل يرجع للستيل القديم يرجع للستيل القديم فوالا انا مشكلته عملته عامين بريسك ستيل هذاك وما جاش الفيدباك نتاعو معناتها ما فماش ريتور فهمتني فهمتك دونك كي فشلت عليه شويه ما باش نرجع بقوه ان شاء الله توا نتذكر 2011 انا نعرف الرابريت خاصه مش ليزارتيس بصفه عامه كل واحد ديما كل ما نقعد مع رابور نسلو كيفاش تنسبيري باش تبدا في الكتاب ما واحد يقول لي كي نبدا فيد داكي نكتب ما عرفش انت كيفاش الموندو نتاعك نحب نتخيل كي هذيك مشكلتي انا بالرسم هذيك مشكلتي شنو يلزمني عندي برشا ورايا برشا بريسيون باش نجم نكتب معناتها 70% من باروليتي كاتبهم في الثنيه وانا ماشي للاستوديو مسجل خاطر عندي ديدلاين باش نسجل نهارات هذيك فهمتني لكن اللي ما تجي في مخي وحدها تك نكتبها سينو ما نحطش توا ولا ما عندكش موندو معناها لازم تدخله في مخك تريب تدخله في مخك باش تحط ورقه وستيل معناها تنجم تيتر تقص عليه مثلا تكتب شويه بعديك تسرح بعد ترجع تكتب شويه هذيك الحاجه تخليني هبط موزيكا روتار على الاخر خاطر نخدم بال هكا يلزمها تجي كيك الموزيكا بالكيف نجم نقولوا يخدم بالكيف وقت تركب لك مراكش مثلا نهار ما نعرفش كيما الرابريت برا في امريكا كل شيء تهبط البوم كامل هذيك امنيتي في تونس انا اللي يخليو لك الوقت باش تخدم البوم تاع 14 تراك تخدمه في عام ومن بعد تهبطو تورني بيه تبيعو تعيش بيه في تونس وليت لك في تونس لازمك كل شهر تهبط فيديو كاين شي موك شي فيديو ساعات حتى بالوقت عرفت مربوط ويقول لك وينو جديد ريت بعد شريت انت غنيتك مازلت هكا كي رتحت كملت المونتاج كملت لي التلوناج وينو جديد وينو جديد في الكومنتير انت في الكومنتير تاع الفيديو تلقى وينو جديد وقالوا ليه سنستهم ليه برشا برشا سنسوهم بالريتم تاع كليب كل شهر دونك لازمك تتبع ما تنجموش يبداو الكل يكور اوكي وانت تكور اوكي ويرجع لك كل شهر تشوفوا اذا فيد الراب ولا ضرب بهما على الاخر بهما على الاخر وزيرو ماركتينغ وزيرو معناتها زيرو خاطر الارتيست لازم يعيش باش تصير له حاجات باش ينسبيري باش يخرج موزيكا مش شكل إيه انت اسمع انت ركز في اللي بارو مانيش باش نكبر لك محطه رابور اما معناها الباروليت اللي قاعدين يخرجوا تحس ما فيهمش شكل فيلينغ اوكي ما عادش معناها نتاع عبد يكتب بالرسمي قاعد يفرهد في روحه فهمتني اي خاطر مربوط بسوق تاع هذيك هذيك فاش نحكي لك معناها الحكايه رجعت مشيرتين من الاخر لازمك تطيح على ما تطيحش على المليون فيو باش ما تطيحش على المليون فيو لازم تربي هذا وهذا 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 الراب ولا فيوز توا معناها تبيعه برشا ردوا هو فيو هو اغزر لي هو عمره ما كان نوامر الراب صحيح اما نعرف كيفاش فسرها لك الحكايه معناتها ركبت هذيك الماشي ركبت هذيك المخ اي ركبت الحكايه من ماك لي زيميسيون اللي في التلفزه تاع نصور لازم واحد ياخذ الانيشيتيف كيما تسنسو بك كيما تحكي انت الكليب كل لازم واحد هكا ياخذ الانيشيتيف هذيك علاش قمنا فيها الحكايه وديجا باش نحضروا اي بي باش نبداو باش نهبطوا اي بي معناتها في خمس سيتروات مع بعضها باش نجسوا بها الحكايه معناتها كان خطفه ان شاء الله برشا العباد يتبعوها جينا ليكو عطانا سكوب لولاد اكسكلوزيف دولة بال ولاد فما اي بي في خمس سيتروات باش يهبط في بور لو مومون انغامي وسبوتيفاي كهو في لا اسمعني استعاد كل شيء الجماعه نتاعنا راهم اكلي يسمعوا سبوتيفاي ويشيخوا على سبوتيفاي والفازات الذوبه في اللي ركزت معاهم جماعه الفانيت تاع الجيمرات الدرنيير مو مخهم محلول مع تاع الببليك نتاعنا كلي هذيك عليها ما يحبوا سبوتيفاي تحب تقرب لنا فوالا وليه عندي برشا جيمرات يسمعوا ولا اي سي نورمال برشا برشا جيمرات يسمعوا حتى في الموسيقى الخارجه تو نشوف اللي امور فيديو قاعد ماشي ثم بروغريسيون معناها امور قريب نوصل قريب نوصل 3000 في الساعه 2947 اخي عاد الاخير انا جيت راني شبيك اسمع انت انت جيت جبت معك 700 انا باش نعمل ستوري توا شوف النوامر كيفاش تقلب لحظه ولا ما تحشمونيش لينكو باز اللي تفرجوا ما تحشمونيش كل واحد يتاقي صحابه واكثر واحد يتاقي صحابه عنده كادو شنو الكادو
مخدة من عند اشتز واحدة من هنا نعمل ستوري اخويا لايف ايه سليا في اليوتيوب تاع مكي معانا صالح وين صالح اقلب كاميرا ايه وانا الناس الكل تهبط لليان باش تلقاوها تو في الديسكريبسيون هكا جو نبيعي جو نبيعي صح والله قريب نشوفوا قداش تجيب تو 1962 قمرنا وليد ما تحشمونيش كل واحد يطاقي زوز برج ولاية كل واحد يطاقي صحابه الولاد ليه وانا قاعد نتفرج في اللايف ما عليك فاش تبدل الكاميرا كي تك تك الولاد وصلنا للنيكست ليفل تحس روحك في شو اسمه هذيك نتاع قلتها قبيله تاع ستار اكاديمية عرفتك اللي فيها برشا كاميراويات في البيوت واحد عالم اخر صح هو اللي غزرت تبان منه اما ما تساعدش الحكايه هذه مش تاع كل يوم خاطر انا نقوم ساعات وجهي مخلبز فهمت قلت لها قد شعري من الناس ساعات شطر هذا يبدا دراكي فيه يبدا مفرعس خساره بسيكو انفيس في قصوي كيمشي يجي معنا بسيكو وين كيمشي يجي معنا حما اما ينغر عنده اذا نغار حما ساعه انت نغار ولا ولا ربحت 4-1 اي ونغر بوس يبي تبيع تعرف اخر مره قال لي المانيت عارقه وجعان ما كليتش حتى انا قال لي جاك شي كيك كي تشد مانيت يجوع حما ما يحبش الخساره بعد كي يكمل يولي مع الجاع ايش قالك في الانسياتيف اللي خذاها حما تو تبيع عن حاجه بيع على الاخر حاجه بيع على الاخر ما فماش اندستري في تونس باش تبيع لك مش تبيع لك الالبوم نتاعك تاع يزمك تطبع وحدك وتمشي تبيع وحدك وتهسل وحدك تجيب فلوس خوش انا ديجا دوما قالها لي الحكي قلت له حاجه مزيانه على الاخر بالرسمي باش نعملوها اما باش نعملوها في الكرش هذيك لحظه بركه قلت له باش نعملوها سي بون اما في سيت معناتها باش نعملوا السيت نتاع تاع بيعان موزيكا ومريول وكاسكيتات وفازيل تاع تدخل السيت تحط الادريس تجيك السي دي نتاعك في دارك وكذا مش حاجه باش واحد ينجم يقدم عاد ليه يلزم بالرسمي يلزم معناها الفازت كيما قال في العالم كله راهي الموزيكا ابارت تسمع راه تتشري معناها ينجم يقدم عملت قبل كلمري والميرش تبيعوا الكل انت غوصت بالضبط انت في بيت وقت 45 المريول وصلنا 3000 يمشي في بالك وصلنا اللي كوباز الوليد وين الكاميرا عمل باش نرجع ابارامون الميرش او حاجه اخرى اكسكلوزيف عندكم لان رجع خويا رجع انا بدي باش نعمل مريول وكاسكيتات خويا خويا اسمعني عرفتوا عرفتوا مجوهرات الكره كي بدلوا بالمريول نعملوا نهار فاز كيف نبدل باه فما الساعه تفري ستايلي ولا ما تفريستايليش توا توا لا مش توا نسال فيك معناها انت اوكي عادي نفري ستايلي بالطبيعة شو نفري ستايلي ما لابش ربيت باش ان شاء الله نجيك في حكايه مش في اللايف هذا تشالنج باش تجيب حذايا للدار خشونا نصوروا فيديو في بليش بي الفاز قبل ما يهبط لي بي ولا تو سمعت عندك بي لي بي مازال يبطى شويه 10 ونص اخويا تنو رما تنو قدو الحومه بحثة بعض ما بيناتنا متر سيس زيرو سيس احنا زيرو سيس ابن سينا باب جديد بجنب بعضنا باب الفلة باب جديد باب الفلة كل بيبل كل واحد بيبل كل جنب بعض جيب احذى نحط انستري فايف فينجرز اوف ديث معروف الفازه انستري في خمسه انستريات سي بون عرفت الفازه فهمتني وترابي عليه خمسه انستريات خمسه انستريات ديجا قاعد وانا اللي باش نختار لك الانستريات معناتها باش نعرفهم في لا ما تعرفهمش الانستريات فهمت حاسلو هذايا يا اما تو انا خمس خمم شويه الساعه خمسه انستريات في اللايف ولايف هكايا ولا مسجل لا مش لايف لا نسجلوها هكاكا نورمال نورمال خايف بتبيع خمسة انستريات معلم معناتها خمسة تيمبوات ديفيرون معناتها لازم لي خمسة لازم لي كومين برفلها شوية الحكاية هو اسمعني كي قدوا في امريكا ما يقولوش للارتيست وما يبرفش بعدين ليه كومين الارتيست يبرف يكذب عليك رولي يبرف مش صحيح يكذب عليك ولا يبرف مريقل معناها اكتشفنا برشا حاجات تعرف انا بهذنا ربع ساعة اكتشفنا برشا حاجات فما اي بي خرج اشترجع للستيل القديم ان شاء الله مش ستيل القديم ستيل القديم هو ستيل جديد انسبيري شويه من ستيل القديم معناتها اي فما وسيت باش يبيع فيه سيدي باش ترجع يا مدير ها السيت اللي هو 06 شوب معناتها باش تلقى فيه من التوسكي ولاد 06 معناتها اليوم بسيكو ام لينكو ناركو بور لو مومون فهمت باش ترجع فوالا كي بديت الاغنيه بك ها يا مدير عرفها راهي سي بون راهي خليط خلي تخلص سي بون راهي خليط فوالا باه الباز كي تعديت معناها تربيت معناها ملي انت صغير باز لعبت برشا دي جو بالطبيعة شنو هي احسن جوك اللي تقعدك في الميموار نتاعك؟ كي نقول لك يمكن تنجم حتى ما تعرفهمش انت ماكس باين ماكس باين لعبت فوالا هذيك لعبتها على البي سي اي على البي سي كانت عندي كنت صغير شو اسمها هذيك لاتاري اللي من بعد لاتاري الميجا درايف ولا شو عيطت ولا السوني هذيك
حاسيل سوني ما قدرايف تي شو اسمها هذيك الكونسول سيجا كونسول كحل هذيك بالكاسيت تحط سوني هاي هذيك من بعد جي بعد بالبي سي لعبت ماكس بين وبعد لعبت شو اسمها توم برايدر توم برايدر فما توم برايدر خرجت الشهر اللي فات جديده زين اي وحلت فيها انا فما تنقيزه من التنقيزات قعدت فيها قعدت فيها 6 شهور ومن بعد سي بون متخيل فيه ريكش كل يوم يحل نفس المعزه تعوشت بالكرم على الحين اوكي من بعد درنير مون قحفت بليكات من عند صاحبي سي بون بعد رجعت نلعب لك ان شاء الله على قريب ما يخافش معناتها ولا باش يرجعها هذا تبع التونسي نتاعنا فهمت ارتيست ولا يوتيوبر ولا فني اللي هو يقحف يقحف بلاي يلزم من بينك مش بلاي انا مش تحبوا تربحوني بلاي اليوم فلوس اليوتيوب وين انا ديما يمرجوا في فلوس اليوتيوب وين فلوس اليوتيوب ما توصلكش راس النهج تعمل كونسيرات وعندك غنيات في الملايين صح اي صح كبير من الفلوس مش هكيك مش هكيك والله كجينا رابيو على الفلوس لما قعد حد في تونسي رابي والله بالرسمي رابيو التونسي رابي بقلبه رب خاطر تحب الحكايه اللي تعمل يا اخي احنا زد اليوتيوب نفس الحكايه ولا بون انتم الببليك نتاعكم سايبين لنا الببليك يهوج 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 الببليك نتاعك تكيات ب 50 ودرا شنو وين تكيات ب 50 حاله معكم كظم السير حاله معكم ولا لي ببليكم بالرسمي يعطيه الصحة برجولي تحب تسرق لنا شوية أنا جاي قحف قلت لك في الببليك جاي قحف لينكو ال اي ان كاو تلقاو جديد على اليوتيوب تلقاو جديد على اليوتيوب تفرجوا فينا ولا بيع حسنوا يا جماعة كان عندكم أي سؤال تنجموا تكتبوا لنا في الشات للمدير ولا ولا سأل كي عيط لك عبد في الشارع تحب يعيط لك شرفة وقال لينكو وقال المدير اسمي شرف الدين صحابي برك عيطوا لي شرفه ما يعرفوش العباد اللي اسمي عيطوا لي شرفه مشارب اكسكلوزيف سينو العباد صدقني عيطوا لي شرفه عيطوا لي يا مدير اكتب لي عيطوا لي لينكو مشارب والله يا مدير يا مدير واللي كوبانز ليه طويله لينكو ليه البانز قاعد نبعد عليه شويه ملي وقت ضربت البانز نتاعو مع ولات قالك اوكي حبي ينساها الحكايه اثرت فيك وقتها سمعت ايه بالرسمي تنحى بانز من اليوتيوب اي ما عادش لينكو بانز وليت لينكو كا وخاطر هذيك كنت شيخ عليها كتسوني بيان بانز هذيك تاع فلو تاع برشا حاجات الثنين اللي عمل فيها تو مش تاع لينكو بانز اللي باش نرجعوا لها هي تاع لينكو بانز فهمتني اما لينكو باش يقعد هذيك تابع هذيك باش يقعد فهمت فهمتك صح خرجوا جماعه التشات مش اسال باش نلعبوا ولا مانيش باش نلعبوا تو الاولي باش نلعبوا والسبب مزروب جاي مزروب قالوا لك فما جديد مع اللي الكا وتراكس لا اما مع تراكس يمكن فما جديد في الفيليبي ذي باز باش نفيتي تراكس يمكن فيتورينغ باش نفيتي تراكس و نعمل كيتا مع بعضنا صاحبي مش معاك هما في بالهم اللي فما غني اسمها هربه ويعرفوها كل شيء الاولاد ماهيش فيتورينج مع لينكو او من تو سمعتها انت سمعتها وسمعتها مع الفيتورينج مع شكون شخت عليها ليه شخت عليها الغني باش تعمل حكايه بعد ما نهبط انا الوحده هذيك نولي لي المكه كي نولي عندي برشا فيوز في اليوتيوب ويولي عندي اللوجو نتاع اكل الوحده هذيك تاع السول مفتاح السول باش نلبس صار باش تعمل شين جديده مش باش تخليها في الشين هذه باش نخليها غاديك ما باش نعمل كي نهار مفتاح السول ونهار رجع فيري فيها فهمت نجي نعمل فيتورينغ ولا يجي وتو نحكي وما نعملوا فيتورينغ صح علاش لو غاديك باش صعبه عليك انا نعمل حتى نعمل ميكس تي صعب الارتيست كونفيرمي يعملوا فيتورينغ بالفلوس هذوكم في الكواليس ما تحب شويه ما تحب على الفونات نتاعنا اخويا جيت قاعد بدي نعملوا حتى البوم عادي عادي نورمال باه شو خير واحسن من اللي لينكو احسن سيري عندك انا نصحتك ببلاك ميرور الاخر مره والله بديت تفرج فيها بلاك ميرور مش خارج من السينما هذيك شو اسمها البيكي بيكي بلاندرز اي خدع يا يا خدع يا يا والله مالا سيري تبدل لك والمود نتاعها والوقت اللي جات فيه ياسر شبوبه سيري تعرف فما جو بريسك في الموندو هذاك مافيا 2 مافيا 3 ما نعرفش جاي حاسيله في نفس الوقت ذي اما ليه اجد شويه هي ذيك البيكي بلايندرز فيك 1200 ما عرفش شنو هذا جاي في 1800 فازت كيما هكاك
وبزي على العبيد مفيوز وما نعرفش شنو هي واحد. اما كي تبدا ساعات نبدا نمشي في كهرباء كهو ونبدا حال الراديو من تاع كهرباء فيست الجو تسمع في الاغنيه القديم يدي نبدا عامل جو مش كل نخسك سيجارك وكل والله لازمش تغرم برشا السيريات خاطر برسمي ما نجمش نقص معك حتى السيري حياتي وقفت الا ما توفى السيري ترجع لحياتي جيمنج صاحبي جو كحلى جو فوالا بدها تربي الاولاد 2030 طيب جيمنج يولي يولي كي بسكويمي خرج لنا تيتر جيمر مانيش رابور انا رابور انا رابور ما جابش نولي جيمر شويه زيد لين يجيمو للبلاي رجع البلاي نرجع رابور بيكي بلايندرز بالله فما واحد اسمه يوسف من اللي دخلته هو يقول اش تسمع راب انجلي خلينا نجاوبوه خاطر وانا يكتب الماجسكول يا خويا اش تسمع بالراب انجلي معناتها راب تاع انجلتير ولا راب امريكا يقصد ولا راب انجلي راب بالانجلي راب من برا ما عادش تسمعها راب امريكا ولا هكا عليه من يوم نزل كي هبط البوم ليل وين البوم من يوم مش تعبش تسمعه انت تعبش تسمعه مره معناتها باش تشوف تكنيكات وباش تشوف كذا مش تعب ما ديجاجيش فيلينغ معناتها تاع ليل وين البوم والاخر حطيته على جنب والتو ولا تفرج التو ولا سمعته اما سمعت اكستري واحد هذاك اللي الدونسريت اللي عمل في الدونس هذاك شين على الاغنيه على الاخر ليه ياسر شابو تعرف الانتروم تاع البوم شو عمل؟ شو عمل؟ الانتروم تاع البوم الناس الكل في بالها ما هو خاطر عنده خمس سنين ما هبطش البوم بس يصير رابيرات كي يرجعوا انا رجعت كيما منين جاس هوز باك ما عرفتش الانتروم تاع البوم امه تبكي تحكي عليه وتبكي ايه نكست ليفل تورا وكي تعمل تول برا ما تعرفش في تونس البرك قد ما تعمل حاجة ما هيش متوقعة قد ما يشوفوا عليك مثلا انا كنت نخمم اللي بي هذي باش هبطها سيربريز معناتها في اليوم تقوم تلقى لينك وهبط إيه العبيد اللي يخدموا في الماركتينج الكل قالوا لي راهي في تونس الحكاية هذي لازمك تحضر لها قبل الأشهر وشوف تخت وشوف ليه انت هيك قلت ما تعطيتهمش دا تعطيتهمش دا تعبي انت ولا انا عادي يقوم غدوة يا قديبي ليه مش غدوة ما على مش غدوة ليه مش غدوة ما مادامك نحكيو على الراب اونجلي وكل شيء حكايه ماشين جان كيلي ومينين تبعتها بس بيان سيو شكون ترى ربح في الحكايه هو اش عمل هو امينيم رجع له بكلاش خفيف ما حبش يعطي فيه 100% خاطر مشى في بالو الاخر سيسو فوالا بالو الاخر باش ام جي كي باش يعاود يرجع له وقتها يهبط عليه يقتله اما كوميم امينيم يقعد امينيم ودرا شكون يقعد درا شكون برغم جي كي معناتها حكايه معناتها لازم كوراج راه باش ترجع كلاش ليه انا اسمع لازم كوراجيو على الاخر هو رجع له الكلاش معناتها تحسب له كذا اما جاته فرصه جاته فرصه باش يهبط موزيكا بنينه وباش يخطف شويه بيبليك يا اخي هبط اي بي سمع موزيك هو في البريود هذيك وسمع موزيك وسمع لعبات الكل وفي الكلاشي ومنام الكل يذل معناها بنزين وجارول وكل شيء يذل هو اقبح كلاش فيها مخرج جارول ينجم يكتب لمينام بخاطر جارول هكا اي اما مينام ربح في الحرب تاع الكلاشي حتى 50 سنت ربح ما عرفش ربح ولا ما ربحش مازال ما ربح حد هو اما امينيم يقعد امينيم 50 سنت عملوا برشا فلوس وجارول قعد شويه شويه صحيح اما جارول كاتب باروليات لدكتور دري مثلا في بالي يا اخي هي الكل هالعركه وقتها الشيدي افتر ماث ولا ما نعرفش شنو اسمه الوطن نتاعهم بالضبط هكا امينيم دكتور دري 50 سنت وجماعه دي 12 هذوما والاخر جارول و دي 12 ما فاهم 06 اما ليه امينيم بالطبيعه حتى كان يعجبك ام جي كي ما تنجمش تقول ام جي كي يعجبني خاطر فانيت امينيم كان يتغشوا عليك سي بون يقعدوا له زوز يسمعوك اللي هو ولد خالتك ولد عمك وتقعد معناتها في الرابرات الجدد اللي طلعين توك ليل بامب 69 ولا شيخ علي 69 شيخ علي على الاخر هذا شيخ علي شويه 69 ليل بامب ليه هكا وقوي في راسه زاد ما تحسه بهلول دخلت بهل لما هو حاسبها بالكدا يعرف ايش قاعد يعمل هو لا انا فهمت الفازه من اللي قعد في الانستغرام معناها ما نعرفش عنده عام هو يقول ستوبيد راكي فيه بالاكسنت بعد عمل بيه يخدم في سنس في العبيد فلوس بيه تلعب ماركتينج ماركتينج كيفكم انتم قلتوا لي حكايه كي سبونتاني جيت نلقى الامور واضحه عندها ماركتينج شنو رايك في الراب في تونس فما اي بروغريسي كل واحد حتى نجم ينكر اللي الراب في تونس قاعد يتطور بالطبيعه وتوا سيزون جديده داخله كيما نقولوا سيزون بلوغ سيزون معناتها خاطر توا جاي توا اللي يحب يبازي في اخر الصيف لازم يخدم توا واللي باش يقعد يعاود فوالا اللي باش يقعد يعاود في نفس الموجه راه مش باش ينجح خاطر العباد فدت لازم ريشيرش اللي باش يجيب حاجه جديده اللي باش يتطور فوالا اللي باش يتطور
باش ينجح. سينو اللي باش يقعد يلكلك فرد لوبين اخويا فرد كلمتين يعاود لنا فيهم راهو سيمون العباد باش يخرج نفس التاميات قاعده هما يدوروا بها حرقه وفقر تاعت كميونه ما عادش ما عادش هكاك صاحبي جديد يا ربح توا جديد خويا تطورون اخويا مود جيمر بلا سمك تعرف تعرف تكور لينكو نكور بيان سور شكون ما كورش في حياته مش نعرف نكور كل اللي نعرف نكور اما نكور هذا خاطر رينيك في تيران تاع باسكيت مانيكش في تيران تاع فوت ليه انا ما عندنا تيران باسكيت في حومتنا الحاجه البيه حي بن سينا عندنا تيران تاع باسكيت وعندنا تيران تاع فوت وبحذينا الغابه الغابه كلها بتاعي تاع كوره كل نكور قبل صغرنا كل نكور واضح صاحبي خاطر حتى في تيترويت حسيتك ببيلك برسك كره السله اي بريد هذيك انا برشا باسكيت متخيل في ليكو كي قاعد يلعب تروح باسكيت فهمتني واحد عطس زر الكره اوكي بارو ديما ترجع لكم الملي قلت لك من البارولات اللي كتبتهم انا في اثنين الاستديو زيد لكم هبطوا في ميكس تيب بس ما تقاشتي لا ما حاجه بيه كان في اثنين في استديو تنجم معناتها اي معناها حابب وقت يحب هو يكتب راه باش يكتب جي نفحه وقت باش يكتب راه باش يكتب معناها واحد كان مغروم بلينكو على الاخر فهمتني يقرر نهار يخطفوا يقول له خرج ميكس تيب تنصيبك تخرج ميكس تيب ولا ينجم يقعد في دار ويبعث لي تفتوفه بيه نخرج له ميكس تيب زعما كسر راسه غير ما يقعد يجي ويقدم لينكو باز وانا اما اللايف قعد في 3000 الاولاد وبشي حشمونا قدام التوريست خويا ديكور وفازيت يلزمنا نطلعوا اكثر هو وصل لي الركور نتاعنا 3000 احنا معناها بيسكلي تو طلعنا الركور نتاعنا ما لازم نفوتوا الركور تاع لازم نفوتوا 3500 حلوه صاحبي نبداو بها كي الاولاد كل واحد يتاقي زوز ولاد حومته في اللايف كيفاش تاقي في اللايف في الفيسبوك ما يبارتاجي ويتاقي ما تنجمش يتاقي في اللايف ما علينا فيها ومن بعد عنده جائزه اللي باش نختاروه شنو جايز؟ تو نلقاو له فازة من هنا ما نعرفش قالوا حكاية ولا بس أنا ديما نحب 3100 سي بون زدنا 100 زدنا 100 والله زدنا 100 خويا ما قوياك برجي ولا يا صاحبي صاحبي طمعهم تربح في طول طمعهم خويا شعلي انا ما نحبش ديما نسال رابور تونسي على رابورات تونس اخرين خاطر كل ما تقول ربع كلمه عادي يعوجوها انا فيديو ما نحبش انا فيديو ما نحبش يسالوني على رابورات اخرين مش نسالك على اصحابك معناها بسيكوي في الدنيا ولا في الموسيقى ولا في الدنيا وفي الموسيقى الدنيا وموسيقى صاحبي طفل على الاخر معناها الدنيا وموسيقى في الموسيقى ما غير مش مستحق باش نحكي عليه معناتها بسيكوي في الدنيا حاجه اخرى جمله معناتها بيرسوناليتي بالرسمي نتاع فماش رابورات في تونس ابار نغار هذيك معناها هذه واحده جنب ليه هذيك في الجيل غير بطاقه يحكيوا عليك محمد عبد معناها ليه عبد طياره على الاخر معناتها مش خاص كان العباد الكل عندهم فرد مونتاليتي كيفه معناتها كل اللي راهو راهي العباد الكل طلعت مع بعضها راهي العباد الكل يد واحده معناتها راهو اللي قدمنا بالجيم على الاخر على الاخر معناتها فهمتني خاطر ما عندوش قلب ابيض معناتها ما يحسد حد ما معناتها كيما نقولوا يبدا عنده تورناج هو وانا عندي تورناج نستحق له يجي يصور معايا ويقف معايا وكذا وهو موزيكته واقفه فهمتني اكلي ما يحسبهاش لا ديما هكا حتى خدمنا سينو في الراب سيكوين بالطبيعه معناتها مش باش نجي نحكي عليه تو تو قلت ممكن تعمل فيتورينغ مع سيكوين في اللي بي في اللي بي فوالا هو بيدو مزال في بالوش سيكوين ماك معايا في اللي بي شنو يا خويا تعطي فينا في اخبار مش مؤكده فوالا بيه نحب نتخيل لينك وبسيكو ام شنو هي تراو التيم اللي تخرج خممت فيها الحكايه وما مش باش تمشي يا كل تيم ولا فيتورين كوميرسيال باش تمشي الاستوديو تاع 10 دقائق وهيتش عندك انت رابي 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 هيتش عندك بسيكو ام نعرفوه رابي حتى نص ساعه هذاك انت ما نراكش ترابي انا نص ساعه ظلي اطول تيتر عندك 7 دقائق تاع رابيرك المفضل هكاك هكاك وديجا دخت في الاخر بعد ما كملت سجلتهم دخت على بلاصتي ما فهمتوش كيفاش يعمل في 12 دقيقة بسيكو ام تبارك الله عليه 25 25 دقيقة مسجل على الشهرية ليه تبارك الله عليه حمد راه يجبد يجبد عنده فسخ عنده يجبد ها ناركو شبيه انا بديك تبدا تضحك انا بزوال في الموسيقى في الموسيقى وكنزار ما انت على الناركو هذيك انت يعني هو قاعد يقلب بالسياسه بالسياسه عنده برشا حاجات جدد فما برشا دي سيربريز بالرسم السيزون هذا باش يطلع النار كو بالكدا سينو الفيتورينغ نتاعنا كبرنا لنا هذاك فرقع شويه بريسك عملت 3 مليون فيو في 5 اشهر تو سي بيان حاجه باهيه على الاخر فيتورينغ ناجح على الاخر معنا في نيكس وسانفارا في التيتر هذاك عنده برشا سولوات جدد عنده برشا فيتورينغات انترناسيونال انترناسيونال هابتين فما حاجه في ثنيه زاد النار كو
فهمتك. حاسك باش تسالني زاد ليه في الدنيا عاد على خير نتاعنا النار؟ انا راه مادام ديما كل يوم بحذايا في ستوري وكل يوم بحذايا راه طفل جاوبي على مانيش من نوعك اللي باش نحط بحذايا. انا قلت لك نسال فيك على العباد تاعكم صحابك في الدنيا ماني ما ينغر في الفيفا ما ينغرش. لا بار كونتر ناركو ما ينغرش ما ينغرش. انا ربحته مره النار ساعه فان فاكت الاولاد الفيديو نتاع كلاي كونتر جي جي هذيك الصوت مسجله على الدارك وهو اللي ماستر وهو كل شيء. لعبت كونتر برو انا ما لعبش برو اما ربحته فيها ونغر شوي. انت خاطر تربح بالسته وبالثمانيه انا كي نربح واحد شيء ولا اثنين واحد ما ينغرش. ما يوجعوش. انت تربح 9 شيء 18 3 لا والله لا ما ربحتش برشا خاطر ما نلعبش برو. تذكر اخر مره لعبنا من ذول اللي تثب واحد ولا حاجه اخر مره كي لعبنا فيفا في اخر مره على اساس ديما نلعب وذيك وقت انا اول مره واخر مره ذيك قديش ربحتني انت وقت 5-1 نسيت والله نسيت 5-1 ريتو الواحد هذاك كان جيت في بلاستي ما تماركيهوش معناتها خاطر بالرسمي ماركي لك بونتو وانا اول مره نلعب فيفا على البلاي 3 وانا وقفت من البلاي 1 لا بلاي 3 هذيك لعبنا على البلاي مش فيها حديده بيضه من قدام اللي فيها حديده بيضه شنو هي تحاسيل ونسمى به ماركيت بونت وخاطر بالرسمي وقت اول مره نشد مانيت في يدي قلت لك من الواحد من البلاي معناتها كل ربع ساعه خمس ثواني اللي فيها حديده بيضه في حديده بيضه شي ولا 1200 اللي فيها ديسك دور بالدرشنيه وفي حديد 1200 هاي سي بيان سي بيان بي انا 1800 جيم نتصور نجم تو نوصلوها 2000 على الاقل لكن بتمام سي بيان 3000 يتفرجوا و2000 حاطين جي معناتها سي بيان اش قالك في المود نتاع الجيمينغ ولا بالرسم ولا يعطيكم الصحه عندكم لايف ويت وكل شيء مختارين بالكعبه معناتها ولا فهم شنو هي الحاجه اللي تشوفها في هو الببليك نتاع الجيمرز اسمع هذا حاسسهم البريود هذا خاطر انا نحكي معاهم برشا فهمتني البريود هذا ما همش يسمعوا برشا في توينسا خاطر كيما حكيت لك ستيل ولا هو بيدو نفس كل شيء يصبر يصبر اي نفس الشيء قاعد ندوروا في نفس صورنا برشا برشا قبل نمشي نبدل الثنيه جمله هو هكا صاحبي هذا كلمه نتاع برشا اما كيفاش فسر لك الببليك تاع الجيمنج انا ما كنتش في بالي به جمله ما الا مريته في الفيديوهات تاع كونسيرت السيد مكي الشو نتاعو خاطر في الشو ريت اللي فما برشا عباد ما في باليش فما برشا عباد هكا شفت انا الراب هكا ولا فوالا خاطر يمكن ما نعرفش هما ما همش بازين في الحوام برشا ما نشوف فيهم في ما نشوف فيهم اسمع خاطر اغلب باز الجيمر شادريكش في بيته معناها نهار كامل يلعب نتفليكس جو انا من رايي مثلا كان نهار اخر ربي سهل وجبت فل يطلع لي مغروم بالجيمينغ خير ما يطلع لي مغروم بالحاجه خاطر الجيمينغ معناتها كوميم تبدا في تطلع في وسط برسوناج وتلعب وتحلك مخك معناتها وشخصيات وكذا وتلقاه نفسه مغروم بالسيريات ومغروم بالتكنولوجيا وبالسمارتفون وبالابليكاسيون معناتها حاجه باهيه حاجه باهيه حاجه فما جو اسمه اساسنس كريد كل مره تلعب في قصه تاريخيه معناها صارت بالرسمي وكي تقتل كاركتير في الجو معناها تبع القصه هذيك يقولوا قتلت مخترع ولا حاجه كي تقتلوا معناها البلاصه اللي تقتلوا فيها هي البلاصه بالرسمي اللي مات فيها في الدنيا معناها بازي على كتب حقيقه معناتها تلعب وتتثقف تثقفت بالرسمي على الثوره الصناعيه نتاع لونجلتير لا لونجلتير مش السير الثقافه بها على الاخر جاير اساسنس كريد معناها بالرسمي هيك اللي تلقى مش هذاك اللي لابس كابيوش بيضاء هذاك اما فاست الثوره وبالاخص توا يوبي سوفت ولات معناها تعرب في اللي جا ولاو بالعربي تو اي صرت تراش عربي ولاو بالعربي توقف في الصحراء اللي باش يهبطوها جديده ولا حصون هذيك ولا حطت سيارة في اليونان سي بيان والله سي بيان وليو المابيت الكل وليو معناتها ريال معناتها كي تقارنهم بالدنيا معناتها تنجم تلعب جو في باريس بعد كي تسافر اللي يسهل لك ربي لباريس تبدا تدور عباره في الحومه والله ذكرتني بفوز حكيت انا مقبل في اللايف ما نصورش الناس الكل يتذكروه مره نحوس في ايطاليا معناها ندور في الشوارع كيف في ايطاليا ايطاليا في ايطاليا نلقى كستاتيو معناها هذاك فماك البلاصه فيها ستاتيو قعدت نوزن ستاتيو نتذكر يا ربي نعرف قدمت شوي نلقى بوتيك نتاع بوتيك اسمه اساسز كي دخلت نلقى كل وحده بلي كابيوش وكل شيء واحد شنو طلعت الحكايه جيو خذاو البلاصه هذيك الكل وصنعوا منها في وسط الجو يا اخي واحد ذكي حل بوتيك بس ماهوش اساسز كريد على خاطر كوبي رايت وكل شيء سميه اساسز وحل غادي كابوتيك فكره حاول تعملوها في تونس هذه مفلش بالسوق جاك بيه صاحبي والله خدع يعجبوني الافكار هذوما يعجبوني والله والله فاز بلي دار خذيت منهم ديجا كابيوش وقتاش تلعب غو زيد شويه باش نلعب شنو باش نلعبوا نحن فورتنايت و باش نلعبوا سي اس جو فورتنايت و فور ديجا نبداو بسي اس جو هذيك نسخنوا بها السويبات فهمتني
اللي هي ناهي سيزكو كونتر سترايك اسمها ب ما هو الاختصار فازين الاختصار سيزكو نقدم نقول كونتر سترايك واش نلعبوا فيه كونتر عبيد ولا وحدنا ولا انا عارف نشوفوا كيف نلعبوا وحدنا خير مراي نلعبوا وحدنا خير بعدنا زعما نموت من الدقيقه الاولى انا ليه وانا نولي مركز وهذا يولي مركز ليه لي ما غير ما تركز خلينا في بعضنا صاحبي فوالا واللي يقتلني في الجو راني من بعد نقتله في اللي قال لك معناتها خليوني اللي قال لي خلينا نلعب شويه اللي قال لك لعبت كل قالوا فورتنايت بعد لعبت باش نلعبوا فورتنايت باش نلعب باش نلعبوهم ثلاث جاونا به غني مكي اش قولك فيه يا اخي غني مكي هو ولا كيفاه طيب انا نسمع لك في الغناء نتاعك ما عندك هذيك تاع تعملك تقشتيله درشناي تولي تقشتيله تعمل تقشتيله يا غني يا زو 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 اي مره مني مش غنية مكي هبطهم في نهار اسمها اي كلمه تقشتيله لازمنا نفضوها به من عام 2014 ادخل يوتيوب تلقاها من عام 2000 من عام 0 مكتوبه تقلي تقشتيله انت طلعت هالكلمه ما هي كلمة هي في الحقيقة هي كلمة علاش أنا علاش أنا مريرجك تو خاطر هما يقولوا اللينك وطلع أما الأولاني اللي خرج بها للعلن كما نقولوا نحن خويا وين خرج بها؟ اللي خرج بها خويا تقلقك إني نستعمل تقشتيلة يا ودي خو دي شي زيد فهمتوا ديديكاس في الأخر وليات عشير ملوطة في الديسكريبسيون ديما يمشي لوجو من الأخر لوجو من الأخر وخوذ خويا آت لينك وباز انستغرام ولا خذ على هاي نلعبوا تراح ولا كيف ساعه نجرب ولا نلعبوا واحد قاعد قدام لي سي ريتها كيف تقعد قدام لي سي برشا تقعد قدام لي فاكولتي وقدام لي سي اما عندك اسباب اخرى تقعد عليها حب المتحكين تاع فرش فيها روتار فرش فيها روتار اوب زعبي كي زربت تحسنا كل واحد عارف بلاصته تاع اول مره نتقابلوا لهنا انا اوتوماتيكمون نحبوا نحطوك في الوسط فهمت باش كي تعمل فازه هكا ولا هكا في ميكانيك اللي حكيت لي عليه ذا ميكانيك صح دي ميكانيك يعني الكلافي نتاعي مش ميكانيك كلافي واحد اخر بس الكلافي على الاخر خو اه فزك تبدا كونيكتي بيه تحكي كلمه مش بي كونت ستيم لحتى لو انا في حتى مين ماكمش صحابي انتوما نجوتي وبعضنا صح نجوتي وبعضنا صح والعباد يشوفوا شنو فما في الكرون تاعي مزال عاد قاعدين نركحوا في التحضيرات الزملاء في الحفله تحط لهم شنو فما في الكرون خاطر قاعدين نركحوا في اللي جو ولهنا تنجم تشوف زاد تفرش في روحك هكاك اه يا ما لهنا الفيوز متبلوكين صح اه تكنولوجيا تكنولوجيا بيبلينيت هذا بيبلينيت هذا كل شوف بيبلينيت ولا لا تحش شكون قال لك بيبلينيت ولا لا نعرف علي نمشي على روحي معلم لوميير ودنيا وفازين ولا عباد بسمعني الايديا باش نكتب مكي مكي حاش برا مكي اومين كيف كيفه مكي اومين انا رجلت اسم الكوت مكي ومكي اومين انت تحب اسمك لينكو ولا لينكو بانز ليجي لينكو وانا لينكو لينكو وانا لينكو انا لينكو ليش عم رجل هذا جيس تيم انت جوك به اموري واضحة مستنى نجوتيك لهنا جوتيني ماني ساحب انت انت تجوتين هيا عاد الولية دخلنا هاتيك لطفية استنى محطوط بالفرنسية ذي ما قرأ ليش حساب اجمعتها شبي اخويا ذي مش دي موش بالفرنسية انا ما نحكيش فرنسية شو اسمه الفازيات شو اسمه الروح ولا كيفية عادي بعد جست توا تختار في اسم يا ودي نجوتي فيك انت نجوتي شو اسمه الستيم تاعه اسمه جست جست تيم ام لقيتوش اش بيك غير مبرمج في الشبك حتى انا قال لي غير مبرمج بالشبك واش بيك غير مبرمج صح ننتظر لهنا هاي الولية داي خي ايش بيك تزرب فينا انت تحب نلعب خويا جاي متحمس خويا عرفتك الكنترولور راي كار وقت تخرج هاي الولية داي هذوما تاع الجو هذوك ما هذوك جديد عليك علاش بال هاي صعب فاز باهي استنى نجرب نكتب هذاك شو اسمه انت اللي عندك ماكي؟ انا مكي ومكي امي نجربهم الزوز نبغي نسيت القهوه
ما لقيت كونت ما كي تركي فيش حاط فيه دربو تونس دربو تونس مش حاط شيء ولا خرج ايش اشوف اسمه من هنا وجبتي على الشكل ولا في اللايف رانا الاولى ليه مستنسين دوروا في المباشر ليه مستنسين يا جماعه يستنونا كي مستنسين بكم صار في اللايف تاع كل يوم تبت بيا احنا اليوم انت انت يذولي تحل لايف عرفتك اللي قالوا لي تفهم جديده بات اليوم ماكس بارتاج ما تصيرش هذه ما البي سي ما خدمش سكر اللايف نعاود نحل غير مو هذه بس اسمعني نعطيك حل اعطيني حل نبداو نلعبوا فورتنايت يلا يلا نبداو بالفورتنايت انا مستنس بالبلاير اوف الفورتنايت دونك الكارو شنيا والدوره شنيا شنيا قول لي ايش يعملوا تنقول لك شنيا حط انا فورتنايت توا بس انا باش نحل كونتوي خاطر عندي سكينات فيه هذوما الحاجات اللي نرفزوني في الواحد انا لازمك تدخل تعمل كونت باش ما تحب تلعب ليش كونت كيما قبل تحط سي دي وتلعب معناتها اي خاطرهم سيقينها قبل حتى قبل موجوده تحل كونت هما ما يوصلونيش لتونس فازت هذا هاكا كحله على حسن شكون كحله شو اسمه هذاك عندهم اسامي هما ما عندهمش اسم عندهم اسامي سكينيه طب ما نعرفش اسامي مش حافظ فازي كحله فازي كحله هو حط لنا المطباس ذي ما فيش كونت لازم نعملوا كونت ما عندكش تي كونت فورتنايت عندي كونت فورتنايت تيتون نعملوا له عامر اسمك وعامر اسمك صاحبي هو هكا في اللايف عامر في اللايف عامر صاحبي في اللايف اوكي ناجح الكلافي بيه يا فين لقيت ثم كونت لاني مش نحل الكونت بتاعي بحكم عندي سكينات بجرب ولا بحكم عندي سكينات نلعب لهذي عجبني يعني. انا باش نحل الكونت بتاعي اسمه سحايب 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 حط المود باس سحايب حطينا زيرو سيس سحايب زيرو سيس كري ان كونت انا نحل الكونت بتاعي صح قالت لي الايميل نتاعك ديجا فيه معناتها عندي كونت عندي كونت مش مشكل عندك كونت واحد اخر اوه تحل الكونت بتاعي صح تحل الكونت تاعك ايه اسمعني تحل فهمت ما فما حاجه صار فهمت فوالا سهيب طلع اسمه مبروك خويا نجح حديت سهيب بونجور لينك وقت هاو صباح انيولي ها انيولي لنا لا اللايف قص ورجع امريكا انيولي محلية كل شيء في اللي انيولي لي طوف ما مشكل كيفاش نسمع بعض ذاك اون برينسيپ نسمع انا نسمع فيك هيك امريكا بحترم الكاس انا شعبي عندي فازيتي لازم نقدر نقدر انا مش نسمع فيكم نسمع اما خلينا نحط حاطط مزيكا قويه تنقصوا في المزيكا ونقول نسمع بعض اسمع نهبطوا لعبوا كنت لعبيت انا لعبوا كنت بعض برجوله كنت بعضنا اموه الطرح الاول نسخنوا تقول انت ولا امريكا بعد نهبط تو اللي تسمع فيكم انت تسمع فينا من وذنك ولا من الكاسك من وذني معناتها تسمع من خشمك تسمع فيك ولا في الكاسك ليه نسمع فيك من وذني اي جست هون لازم نسمعك في الكاسك بس انه علاش حاطر الكاسك ليه باش نسمع الجو باش نسمع الجو اوكي انا حطيتك كي عرفت تفرج فرش التقنيه هذيا صاحبي فرش التقنيه هذيا هذه نعملها كي نبدا نسجل انا بيدي هاي هذه التقنيه بها خذها عالميه صاحبي فاز حتى مش ترسل نصبوا الديسكورد وما نعرف شنو الاولاد سيبون تنجموا ترجعوا توا خاطر سيبون تحلت فورتنايت امورنا واضحه جونا بيه حاضرين باش نحطها ويندوز سكرين واضح اسمعني هذا ايكيب ولا شنو انا كل انا حطيتها جاتني كل ايبك ايبك هذيك انا هنا عندي ما ترجم بالانجليزي انا مش محطوطه ايبك نحطها لي هذا واحد خلينا نلعبوا باش نقعدوا كي تو بربش هادي وبربش هادي ما باش نقد الفلس نتاع البني اذا تيتي مزيت ما تحلتش الجو وبديت والله باش تبني لهنا بالدوره الدوره وين انا نجم نعمل ترجم انت تحط الفلس انا هذيك ويندو فول سكرين ماكي خليك هيك اسهل خاطر في البلاي لازمك نفس الفلسه اللي تبني هي بيدها اللي تضرب الكرتوش ولا دونك لهنا تنجم تحط فلسه اخرى اصلا الاردو تو تنجم تحط مثلا اللي تبني فلسه فهمت نحط كونفيرمي لنا حط كونفيرمي صاحبي نجم نحط اللي تبني فلسه واللي تعمل فلسه هذا بارامو جيراني يدق علينا على الحس نقص الحس ديزولي جايز اوكي كيقولوا في الجيمين
ديزني جايد خنشوف اللايف 3300 لقد تشاحمنا في الشعر. ما يصيرش شتي كنت لبعضنا مانيش باش نقولوا يوريك احنا بالرسمي مانيش مبرمجين هالحكاية كما قال الاخر. باهي باش نجوتيكم انا. باهي سميتوكم. ما زلت نبني في ال انزل على كيف ليش من غادي. اللينكو 06. لينكو 06 وجايتني طفلة. فهمتش انا كيفاه. باهي اون برانسيب جاتك انفيتاسيون ترى شوف غاديك. وي لنا. لا لا الفوق. لنا. ما جاتني حتى انفيتاسيون. سي لحظة برك. اتس ماكي اوف لاين اكسبت فوالا صالح هاي خويا خنكبر وهاي يعطينا لحظة ما يبعث لي هو يقبل باش تبدل السيرفر شبي محطوط لهنا سيرفر امريكا مو تبع الاخرين شبيك حطوك تبع الامريك صح مخاطر الراب صاحبي تبع الفازات الاخرين تبع توباك عرفوني عرفوني يعرفوني لحظة خنشوف انا اعطيني خويا كيفاش نجري نعطيني كيفاش نجري كيفاش نبني وكيفاش مش خليت فيها جو ها هذا اسمعني باش نلعبوا كونتر بعضنا طول غفص والصاليره مادام كونتر بعضنا جاونا به كيفاش نبني اسمعني سمعوا اللي دي بداو يجوتيو فيك الاولاد راه مش الكونت نتاعو لا لا الكونت نتاعي الاولاد واجوتيوني روحوا نلعبوا مع بعض ليكو 06 باه يا جوتيتك اش انفيتيك اكسبتي غاديك يديك انفيت تو بارتي ولا كيفاه؟ لا هايك انفيتيشنز هذيك الفوقانية لا للأرش هذيك جوين جوين لولا باهي وانت صالح انفيتيك انفيتيني انفيتيني ماك شنو هو الايدي؟ هذا هو انت؟ هذاك وهذا انا؟ علاش انت كي وانا كي؟ جوارك قديم معناتها انت؟ لا انا عندي تحب نبدل لبسه طب بعد نبدل لبسه استنى جوتي صالح صالح حط لي هذاك اللبس على حسان وكهو باش نبدل لك اللبسه صح شقالك في هذا؟ ليه عاد ليه ليه ليه؟ تنجم تحط طفل يلعب اي تحبك يا ولا مش خايب هذا فريند ريكويست شنعت الاولاد يبعثوا لي هذيك عليه والله لا فهمت الزمير في الحافل الاخرى الصون الصون راجع سكر الصون انت مش مسكر الصون هادي توا جو تحطت في ليكرون نتاع شكون هذا هذاك ليكرون تاعك تاعي ما ليكرون تاعي فوالا اي ما كل مره توا ريكلو سي بون اختار لي هاي غنبدا شنو هو اللي دير هادي لحظه خلينا نشوف ما لقيتش نتاع لاتاك تو ننزلوا تو ننزلوا لين تخطف برا باهي صاحبي كي تكونفيغيري انت تمشي على الكل كل واحد يرجل وحده صح مش مشكل هاي كيما حتى نلعبوا اسمه صهيب 1 2 3 4 5 صهيب صهيب شكون؟ صهيب صهيب خي كيفاش مكتوب صهيب ما نقصتش امشي كيك اي بي قويت في الجرافيك اي بي اي بي اي بي با عنده 3 4 5 6 اجوتي اوبن برا خويا خلينا نبدا خلينا نحط انا لهنا بليك اسمع هكا بعثوا لي برشا بعثوا لي انفيتاسيونات ما كنت قلت لهم ابعثوا برا ابعثوا الاولاد زيدوا ابعثوا اليوم في الليل عندنا لايف على تويتش انا بعث انفيتاسيون خلينا ندخل نلعب بعث لك وصلت انفيت باش تدخل تلعب لا ما عنديش هروب انا سمعت سيرفر واحد اخر هيك بسونا عاد الولاد بسونا استنى استنى دقيق عندي بيتي صالح محلول شكون؟ بيتي صالح كونتاكت على الدار محلول تلقى بي سي محلول حسام كيلر بعث لي يا صالح انا كسبتيتك توا باش تهبلني داري بعث لي تفرج العباد يبعثوا لي في الليل فازك عامل جو هاي بعث لك مساج واحد يعرفني حد هيا عاد رسمك لحظه ما لقيتوش مش ما عادش تقول لي هيا عاد انا من ستريس كمل عليا هاوكا صالح
اي ما هوش هذاك مش هذاك هذاك بتاع الدور هذاك مخرج شو اسمك انت سهيل سهيل راك بعث لك اوكي وصلتك اه هاي اه ينزل انزل لك اهو ماشي واحد عامله من الفانيه اكسبتيه قال لي ان ديسپونيبل عليه ديسپونيبل عرفش عليك خويا ولي ديسپونيبل عايش كل والله ما عندي ما نام بس اسمعني احنا الله يفيه ديلي اه لحظه لا لحظة بسألك عليه مانيش فرد ليه فرد ليه ذيك تتبدل ببعض بدي تفرج ها ابعث له انت يقبلون ابعث لي انت خلنا نقبل هاني ابعث لك يا انفايت تليفون زي ما جي شيء شنو هي الحكاية الوليل ناديك حلا فيها ترى ابعث له انت ابعث له وانا وجاوب ايه كيف هي؟ انت حد ستاتيو نتاعك اوفلاين ليه اونلاين مكي حد ستاتيو اوفلاين ايه دي زي ما عاش ابعث لي حد يا معلم خلينا تحلبش على الفانيه طيب ايه جاوب بيه سي بون الاولى جاوب بيه جرب ابعث لصالح انت ابعث انت فرفه اه بس اوكي كريسمس 4 5 6 كيفاش العباد ينجموا يبعثوا له وانت ما تنجمش تبعث يبعث لي وامي انا وياه اكسبتيت ما هو برشا وصلوا لحظه كان في اللينك 06 اكسبتيت جوني عليه مش عارف هاك اكسبتين يا نسيه جوني عليه من ليه تعمل سبسكرايب لاني فيديو لقى حافة ما نجمش موفق راخن جارب انفايت تو فاما ويب كام جاونا بيه لاني انفايت تو فايت ما تم لحكي تجمع صرح جوين يعني من نجم ما حابت ما ذميه شكا جوين ابا اسمعني بشي خطر انا محدود بروح ترى خليه جويني هو ترى زوري نزوز انت وحدك تا بس نجرب انا جويني على البيت هاني معاك جونا بيه استنى خلينا يمشي عاد زيد هذا زيد ميكرو خاطر كل سمعت صوتك في الكاسك مو لازم شنو هي الحس هذا الوليد انا توا امود بني كيفاش نبدل امود كرتوش واحده بتاع سلاحات نعرفش عليها يعني راسكروليد انت ما عندكش سلاح اي يا مان كومين يزني بلي توا في هاي هاي زيد غريب كيف لازم هذوما تقدم بريتهم كل واحدة تحطها فلسة تك 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 سي بو مش بها محتوتية لازم تتبدل مش مشكل مانيش باش نبني برشا انا باش نقتلكم هذه مشكلة ما تنجمش باش تلعب فلاشات باش نلعب فلاشات باش نقعد نبدل تو العباد تتفرج 3000 يتفرجوا وانا نبدل في الفلاشات برا صاحبي قلنا وزيد تلتد استنى نختاروا بلاصة نعملوا فيها تلتد الكرون تاع الشكور تحبش نفرجوا فيه غادي
فين؟ هل شنبتوا فيك الجزيرة الجديدة اللي بتديرها هذيك؟ أنا جزيرة جزيرة بليش فما جزيرة فوق الفترة فوق الفترة ايه وين مشيوه؟ أنا حديت مركز أنا هني أوكي نبتوا غير ايه ده بشنصر تنقص في الإسباس ايه ده ده بشنصر كيفاش نحي ايه؟ ولا حاسس احنا بسنابتو في شيرة وترفع في ياخد كبار رمال رمال انا قريب نصنا لها في جاي انا واني نقصت بيستنى شان لابو تسيثة كنت ربعاتنا ولا كيفية البيع اللي تخليك تجري نح انزل اسباس مرة اخرى طويا بتيش هون حارك عاد ببلاشيت برا الجزيرة بطلع حاجة حاجة هي ماما هوش قاعد اكي وصل لك تبي كم بدون مش فاهمني في البليم يبدأ هابت هابت اي ما بالفليشيه هذيك اه ولا احكي لك الوليد نعطيه روح الفرصه لبعضنا مش بيه ولا تفكر البلاصه هذي الوليد نعطيه فرصه لبعضنا فازيه زي ثاني انا بس يا اخي ما راح قعد خبطت من فازيت كيف كان بعض يعطيني حد سلكتيه مش عارف بس يا اخي يكرون في عيني تفرجوا امشي يا مكي طيب بدل التيم شعبه كنت لبعضنا هاي بدل التيم حطيت بدل انت مكي خلينا نحط انا في الكروه خلينا نحط انا اللي عندي خسرت هيا كحله كيفاش تجري كحله اه لحالي النوز اي على ذيك انا خبطت ليه اه تعقرب شكون الشازيم هذا باهي الكارو كيفاه باش ناخذ ليها هذا مكتوبه اه سي بون ندير السلاح سي بون جاوكم بيه ليه زحت تعقربت علي في سلاح كان عندي سلاح صالح طلع عشان الحيط صح الحيط صح سكار شكرا عشان تخربلو شكرا انت تخرب شكرا تقليل اللي هذا هذا كان صح هذا كان هذا تقرب بيه انتم ما وين انا جا شوفك في الماك ولا سيبو عني جيب كيفاش تجري هذيك السؤال نتاعي شيفت شو مهز من الشيفت طويل قلت شيفت هاي شيفت شيفت سيبو نفهم فاز يعني انا معايا شكون في التيم نبداو نلعبو تو ولا كيف فازي فازي اذا عندي كان سلاح بارك معايا شكون في التيم فين خالد اما واحد اخر معانا ظهر لي ما يسالش خليه معانا شكون اللي قتلته تو قلت له هذاك اللي معانا ما عرفتش عليه شكون شكون اللي معانا والله هو انا عارف ليه عاد شبيه كيفاش تشوف ايه ويمشي نقابلو احنا في الدور الروز هذيك ايه ماسد شكون اللي قتلته شكون اللي قتلته تو صالح لا لا اللي قتلك راهو ما يخدمكش نقول لك شو في عندك بيرس شفت ما تخدمش راهو حاجه اخرى اللي تنقز ما تخدمش انا اللي تنقز الاولاد الاسباس الاسباس يغزر الفلاش من وين واللي تنقز ولا تكتيع نورمالمون قدوا لي بوطوها ما احنا موجينا اليوم الزلنا مانيش فاهمين الرياح اصلا اسمع في جي القاعه حاضره وانا هذا كيفاش جاي معانا لازم يخرج خليه خليه هاو مات سير ما يموت عاود يا اخي شكون هذا انت مازال كعبات سيبنا شكون اللي يخطر انت هذاك ولا في بالي السيد اللي كنت نزل لي نزل لي نحب نلقى شرف نحب نقتل انت وين نحب نلقى لينكو لينكو برا ما هبط في بلاصه آه في الجزيره انا يعني. هذاك انا ليك ماكش في الجزيره نلعب في الجزيره الفوق وانت اللوت بالله انا هبط لك انا هبط لك صح برا صاحبي نابت صديقنا انا هبط انت هاي هبط لي ولا حكي انا هبط لك هاي هبط لك بس فيك صاحبي وينك تنين يشير الساعة مشير الأخ هاي هاني نستنى فيك تحت الشجرة ذيك تعالوا كرموك شنو ما ذمه هو التنجيز واح وين هاني جاي هاني جاي استنيني شوية برك شفت هذي تجري والأخرى ليه لازم نعمل كونفيجوراسيون ولا تا لا بعتين ترى بلوت أنا خوكم وينك أنت صالح من هذا الكل أنا صاحبي قاعد من أنا بوحدي أنا نغزل الكروم ماكي أكثر من الكروم تاعي تلمو عارفه باش يخدرني انت اه سلاح يا اخي كيفاش لم بالاو ثم الدار هذاك لما ندخلوا نقعد نركز على سبيس وينكم الوليده اه سارة انت اللي تشرب في الماء واللي تغزر هو اللي على اليسار راه هو اللي على اليسار شنو كل واحد يلعب وحده قالوا لي على اليسار صاحبي معايا عندك شحطه بيه اي وينو اه هاو صحت صحتك يلعب قلب ورب الاولاد راه والله لي والله لي يلعب قلب فرك فيه اوكي لحظه برك انت عندي سكار وقلت لك لحظه اوكي هاو جايك العارف
لا يوجع لي الفوق او هاب تحسبش هذيك الاولى ما تحسبش استنى فيا نهبط معناتها انا باش تعرض لي هاي لحظه برك وين هو فما شريح تدراوي ناخذ سلاح بشوي كيكه طول حلوه الفازه تنجم تشوف الاخر وين ليه عاد ليه عاد مانيش باش نغزل ليه انت وين الكابان الصغير هذيك لحظه بركة تعرفها لحظه بركة وجايك العارف ولاد كنت وحشتني اهو ايزي شرفة ايش تقام اسمع السلاح نتاعك شاريه انت شنو هي شنو هي السلاح اللي عندك هذا يضرب من قريب ما يضربش من بعيد نعرف عليه يعني يضرب اما نقص لي برشا دماج تكعبت هذوما يبني اوكي ايوه الشعر اللي قتلت روحي انا تو الشعر شو شلقاها عمك لينكو حلت معاه الوليد يا اخي تعرف بلا سخرة انت وينك خاطر انا ومكي اللي احنا بيناتنا وانت ما فهمش راح تكون سولتي سي بون سي بون جبت السلاح اللي حاجتي بيه سي بون جبت السلاح اللي حاجتي بيه راني جايك ليه ما تغزرليش الشكر نتاعي باش نغزرلك خويا اما جست مش ما نقعدوش نجريو في الفارغ هكا بيه انت جاي معايا نغزر له يدي وحي صحابنا معاه صالح ما فماش ريحته جنب ولا فهمتك يا صالح وينه؟ وين مشيت عاد مكي طلع الفوق في بالك اه إيه طلع الفوق مش عارف وين صح فهمت التكتيك نسالش راني ننقز اضربني يا خويا باش نفتح جبله ها اي فرجه اي يا مكي اي اصلا الميكرو مش نساوم دي حتى لهنا اي اه دزولي اي دزولي دزولي وكل يا رب باش نسمع في الكرتوش وما نبرش نشرف فيهم انت وينك انت؟ انا حومه انت انا في البحضه الاخرية انت خاطرك بعد راك ومو انت عندي شانس نقتلك خويا صحيح صاحبي عندي بالبليك باهي تو مازلت تسمع فيا اون برانسيب ليه 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 جاوك بيه جاوك بيه اجمو ساوند بيه تو تحت شعر اللي مت انا بيه نجم نشوفكم في الماب ولا ما نجمش؟ وقت غادي سرفاني شيء هاني نستنى فيك صحيح صاحبي اسمع تضربش الا ما تدلل بيه انت جاي من الكابان شيرة هيدي لازمني نهيلي يا مزاح برا هيدي في عقلك ماكي خليني انا اتصرف انا مش عارف ليه ليه وليد خلينا نقرب لبعضنا اخويا خلينا نوريكم شنو تعلمت اليوم ورينا اخويا شنو تعلم وينك انت الساعة خلينا توريك ماك انا رافيك سلم سلم صح ليه ليه اضرب هنا تعفايا وليد اضرب شاكر انت اضرب اضرب هاي اضرب ليه لاي اضرب صح خلينا نعرفك منين ودمي طايح ها 43 من غير شيء اه لحظه برك صالح اسمعني اذا تضربني نضربك تو الميسيون نقتلو مكي بعد يا مرمي عاد وزيرنا حلت معايا الولاد اه ليه جست سلاحات مانيش في حد باش نمشي هذه بعدنا على بعضنا ولا فما واحد لهنايا ها صالح صالح انت شمال شكون حال صحيت صالح يجي شوف التنين صاحبي شوف انا وين خاطر برامون ضاعت الاولاد شوف الماب اسمع نقربوا لكنا نقربوا لكنا للسلطه اللي قاعده في فوتوش المدينه زيد انا لنا تاع حل الماب انا راني في السلطه انت في بيك تلعب في شاقي في ليبيا حل حل ماب لحظه انا جايك انا جايك شنو صار يعني خاطر مكي باش يبعد زيادة كان تجيني انت فهمتني انت يخت علينا ما تفرج حليت ذي نلقى كلها وحده تاع تنقيس جاي تنين ولا خص نلقى كلها بولس منين جاي تو حل ماب حل ماب صح هاني ساك يا انا بحذا بعض رجع ما راح الماب انا بحذا بعض انا شست هكا كهوا انت جست هكا ساك كهوا تو باش نجيو فاس فاس خيس من قبل كل في السلطة يا جماعة لم انت سلاحاتك خويا لم نورمال ايش عارك مرحبا كيف مستباندا اي نحب مستباندا برك اخترتك راني ساعات اي نورمال نوب تصير 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 خليت ليش مش خليتك تفعفع عم بقري نربح فورتنايت نربح فورتنايت قتلت دي دمي 43 وفي بالي الجور له
نزلت في بالك بالي مش انت في بالك خرج لي معنا في الماب وين خرج انا وين معكم في الماب قاعد نصف سلاحتي اخوي اغزل ياني باش نقف انا بحضر الديار اقطع بعد الديار انت تحت تحت غاز يعني لهنا انا وياك اغزل لي تو سيبوت لم فيه ما دوم عليهش وبعد باش تموت باش تعاد من الاول اش قلت لك ماكي كناب في مدينه ايه وينكم فصلت يعني خارج هاني قدام الدار تاع شو اسمه انا قدام الدار استنى برا راني خرجت هاي العب برا صاحبي تو يلقى صاحبي تو سي بون اه برا ليك صاحبي احس كثير حب يموت هذا فهمتني صاحبي خاطر انت عندك سنايبر هذاك عليه مش سنايبر صاحبي مال سنايبر ما عرفتش منين خليه لي السلاح هذا برجله حشتي بيه نظره خير برا صاحبي كمريك كما قاعد نلعب لي دخلت لك في اللابي صح باهي هاني جايكم هاني جايكم لحظه هاني نلعب بس ما تخرجوش من ما نخرجوش من دير فصلتي انت ماكي فصلتي هاني قاعد نلعب شري نلعب امور قوي برشا قتلتني مره قتلتك مره ماكي راه معناتها قتلتك مرتين قتلتني مرتين قتلتك مره ماكي كنت قتلني عمليات روح اوه تشك جيك حال والله خط نلعب بشوي يعني حال تري هاردي تعمل بر سلاحه خير من سلاحي هز لي سلاحي خليلة انا رجعت سلاحي اللي هزلك بسا ايه اسمع قتلك وفي الريجي جيت قد قد صاحبي موتك جيت واضحة يا اخوي انا شافوها كذا اللي اخوي توا قالوا لي لازم تخليه يقتلك خاطر لفتي اي باز اسمعني قاعد لم في طرف سلاح طرف بني ما يقرب لي حد تكون هبط لهنا انت اسمع تحس واحد هبط وينه السنه؟ تهضر بالبرا برا خذ السلاح ما لقيتوش برا خذ السلاح يا مكي برا خذ السلاح برا مش يخذ السلاح برا شنو ايش بك جاي لهنا مش من هنا برا برا لوتي برا بيه الكارو البير كيفاه لقيت كنز الاولاد ريجي اغزر لي ريجي اللي خلوه ما نحبش ولا ماني صح حالة 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 يجيني خويا تاو وينك انت مانيش انت اللي مانيش لاخي احنا نلوج لك على السليحة شنو شو قد نتعركوا بالحجر احنا تاو هو السليح اللي حاجة تيجي صح برشولي فدتني برا يذي يذي اللي حاجة تيجي لحلى برك ولا لا تحش فدتني فدتني قتلك ايه تاني انا بشي اخولك بالطال وينك انت يا انت عطا لحلى برك انت وين انا عاني فلوس من الكربة الحمراء المخلوبة سيبوها انا اللي تجري بعيده راسي واللي تنقز اخزر اسباس ما بعدها سي طب بدلو طب بدلو في بعد ما قتلت 8 مرات ما تجينيش من فوق عاد ما تجينيش من فوق لا ماني جاي من فوق ماشي عاد كنت تقتل يا عاد قتلك يا عاد قتلك اوه يا الله ليه عاد تغدر زي انا اغدر انا حتى ذيك كان بيتي بها ماني خطر قاعد بعيد قاعد بعيد شو لقيت ها ولا حكيت لك عليها قلت طيحوا تاخذوا يا ديك في بلاصه واحدة اخرى انت في الدستي ديفيد تحكي بالرسمي اغزر احنا بطمنا بالباراشوت انت علاش لهنا ما فما شيء احنا من احنا زوز لهنا انت اللي غاد هاني جاي ودرج ونوصل يا كل شبين تكعبر ومن بكري اوه يا النار يجي وانتم قصروا اثنين قصروا اثنين ليه يلزم نتقابلوا في مدينة؟ اسمعني انا عندي اسمع صالح او عندي شو اسمه شان بتاع الصح نسيت شو اسمه كيدي صاحب شان تكلي تنقز عليها وتمشي في الهواء شو اسمه هربت على هربت من مخي اكسانيل انا اكسانيل شادي اكسانيل بالسوري خير تبدل السريع خير من البلاي هذيك صح وينك انت ما انا فصلتي نبني هيك اللاشتو نقزو جامباد ولا نكمل نرجع لها من قبل انا مشي في الطريق صحيحه توا مشي لهنا انا مشي لنا وين غادي لنا استنى 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 عاد من غير ما تقتل صالح ها بالله ابني ياكل وحدات خاطر انا هذوما برا فهمت علاش جاهم عوجين شريك العاد تحطها لنا كاو نقص انا جايينك الغاديك للدستية يجيوني اخويا يجيوني ماب هيلة لهنا عندك وين تكفل عندك وين تعمل فازاتك
نتيجة حفظها سيكون. اسمع نبداش نعرف كيف نوصل للدستك. هاي هاي اجا الساحة اجا اجا نوريك حاجة. وصلتوا شوف هذا شوف وين عسك اشتغل لا ولا لا منش بشتغل شتا عملتها وانت تتبوز هذيك شي يا عادلو لي طيب شي بيت لي تعالوا عارفين نبدلوا الجو هاي لي انا وصلنا انا بحديك خويا ها انا بحض الشجر هذا برك انا خاطر ما شريتش برشا باش نبني خويا شنو مش شريتش برشا شتي شبي ما كسرتش برشا ريت المره جاك يطاب وتقعد نزل فليش برشا بلاصه فرد بلاصه شنو هي كيفاه نقعد تقعد نزل فليش الفوقاني طياب تفرد بلاصه فهمتك فهمتك بيه انتو ما يوينكم الاولاد يزي ملاميت وسليح تفرج بركله بسليح احنا هنا بحذي اهو يا اخي زوز زوز اختني اجي انا نضرب معاك تيري انا نضرب معاك صار انت اللي قتلتني هو قتلك تو هيك كلام هو يجي يضرب جنبك نضرب واحد انا اللي قتلتك صح هو اللي قتلتك اللي قتلتك اي نعم قاعد نزل على الفلاش الفوقاني وزوز تو كيفاش نعمل فرد ماب ارجع دور وارجع دور هذه هي الماب اللي فيها احنا بريسك غادي كنت كتبت 10 اليمين تلقانا هذا 10 اليمين وسريع الاولاد ريتوني ولا ما ريتونيش مش انت اللي قتلت يا ولدي كيفاش صالح بجنبك صالح ضربني في والله ليه انا ضربتك في اي شيء زين ليه عاد ليه عاد صالح بالليل تسليم قدام الفانيت انت قتلته ولا قتلت انت قتلته صحيح شنو صحيح طلع والله انا قتلتك يا اخي اش بكم ممكن تريني شكون متكتلين فيا انت بيك اش تكذب تقول لي انت تربحني فورتاج انت مكسر استابندي خويا في بالك ما نعرفش انا ولد اخت مولا فورتناين في بالي يجي فورتناين في بالكش الكثره تغلب الشجاعه شكونو اي قالوا هي لي مره في النايت تليفوني سي بو قدير 3500 شويه الاولاد 3500 لا لا عاد الاولاد فهمنا 3500 راه فهمنا 3000 خاطر انت ليه عاد ليه عاد ورا يا شرفه وين ورا يا شرفه ورا يا شرفه ورا يا شرفه اها صحتك والله تعال يضرب ثلاثه كرات شويه يرخ السلاح هذا خاطر لازم فهمت بيرست. فهمت ما تخرجش من هذه الماب هذه هذيك مكي قاعد يستعمل في تقنية العنكبوت لازمني تقنية العنكبوت كي تلبس الكاسك تولي تعايت الأولاد مش لقتش بيها كيف تهو الفاس ايه معروف الفاس انا من بكري نعايت ماذا نزيد من فوق ما نشرس ما في روحنا بالقدية خطوة هذا خل نسلع شوية قذيب بالمرشي شوية اكا كارونسيت شوية 9 مليمتر ونجيب صح شرف ليه عاد خمزلت نسلع مزلت نسلع خليك تسلع معنا ولا اسلع صح وينك كنت الفوق انا تحلف الكنز انا في الظليه مساء وينه نسمع فيه من نشوف فيه ولا وقتله فهمتني صاحبي بصحتك ولا بصحتك احكيش برشا انا خليت بكري خليتك فيش احكي خليت نوصر لك خرج كذب صاحبي بربشو بابا فهمتني صاحبي اوجيك والله مش مستنس بدي فيها انفاستوري بربشو تعمل اللوت اي فرشتوا فيها ولا ليه في الجيه مش عارف انا وهابط ما فوقش فوق لك الاسلحه برا فوقهم انا اسلحه يا ودي من اللي مزير في الفوق باش ناكل خاطر هو هبط سيئ في بالك ولا ليه ما هبطش غادي يعني. نغزر له لحظه سايبه اهو ريحشتي بيه هذا السلاح ريحشتي بيه وينوس كان جيت صغيره الماب شويه خير وين الاولاد كان الكرتوش يخيط ما فما شيء ركزتوا في الجو راه ما عادش تحكيه فهمت مش وحده في الدار دارت دوينه صاحبي ما تبدكش تكبر على لا غدره يا دي غدره لا 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 شو مني لحظه برك سيبون صح 74 دماج ناحيه والله بصحتك ادي انا والله بصحتك انت طموحك في الحياه تقتلني صاحبي مريق
تخلي ساعة من الاخر لابتوب ثاني مش مشكل. تي ليه تتخلي فيا نبدا منيش مريقل وتجي هذاك تسمى صاحبي تكتيك تاع جو تكتيك تاع جو او جيك تكتيك بيدو لحظه خلنا نبني الاولاد خلنا نبني مستقبلي نبني مستقبلك صاحبي وفي عقلك قاعد تراي هاردي ما شد شكون تراي هارد انت شعر من عرش نلعب بي سي اما فسرك علاش قاعد نقتل فيك ولا طيب علي نقتل فيك مكي خاطر انا نقتل فيك وما نجمش تقتلني ليه صح شعادك تعمل نقتل مكي شريت وزوي لي اخوك صغير عريت كبير تعرف قلت علاش اول مره تلعب بي سي وتقتل وتربح صح خاطر بي سي تاش بي يومين صح تك تك انت وين انا انا ذاك انا ذاك انا ذاك ريتني الفوق يا وحايد اه ريتني نمشي ريت تروحي في الكسين تاعك توقت في زيا بومب مدلي في زيا بومب يشارجي درج برسمك إلي عندي بيستل تيلي أجل صح عندي بيستل راحي شو عندك؟ بيستل فرد بالكعاب عملت لك كفر فيه صاحبي لأنا عملت لك كفر فيه شادة أسلحة شادة أسلحة مش مشد واحدة مليك في بالك ما اللعبة شادة أسلحة ولي مليك مليك يفسروا لك اللعبة زادة تعرش تلعب سايب روحك سايب روحك تعال خسرت طرف دم هبط فوق شجرة بوس الشامبونيون تتاكل هذي ولا تتاكل لا مفلتو شاي الزرقة تزيدك شيلد شيبس والشيلد شيلد والتفاحة تزيدك دم دم سيبون انا خديت سلاح توا جايكم شارجي يقتلني حد الاولاد قاعد نسلع نسلع صاحبي هذا كليب صاحبي امسس نفسي حلت معايا ريجي تفرج ريجي والله ريجي فرج الخير والبركة والله مش نمو الفك اللوت بتاع مكي كل ليه؟ يشارجي الاخر موت قديش عملت لك دمار ولا شو اسمه دمار دمار صاحبي عملت لي برشا دمار علاش هكا صالح يشارجي في السلاح قدامك هكاك والله حتى انا صاحبي قاعد يريلود ياهو زي ما قال صح سيت مزوميتش ليه ليه ما حبيتش تتبدل تاع سليح استنى 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 ما هو ابني علاش عامل لك البني ما حبيتش تتبدل نتاع السليح وي ياسر ايزي هكا برسوك ما حد يقتلني ولا تفزيت ماش عيني باش نلعب معاكم لولي لحظه برك والله تكونسيت ياسر ايزي لولي تتفرج حتى تو مانيش قاعد نتحرك اغزل قاعد يدور وحده دراش فهم تعرف هذايا خوتنا عملنا مقبرة فيرتش بيسيل ولي والله اغزل قاعد مانيش مسفي حتى شيء وسيت قاعد يهبط وحده ولد حومتي هذاك بيراتور وصيته قلت لك نبدا كيفاش نبدل يا حاج اوبا تفرج كامل تفرج الوليد شو وصلتو شو قداش نقص له في الدم نتاعو الوليد وانا بالواحد مازلت ما خديت حتى سلاح خويا تريقل انت صاحبي مش نورمال دراش فما راهولي هنا جماعه فما حكايه غير فما مؤامره قاعده تخسر اكثر من صاحبي انا سمعت ريجي صحابي الوليد ماهوش قاعد يمشي الوليد الله يكون فاز الخراج انت نزل تتفرج في اللي قتلك برا مو تتفرج في انا ما نتفرجش في اللي قتلي صلي على النبي نورمال نورمال وقعد هكاك خلنا نقتلوك نسيت مكي بالك فاز صح ما نفتحش عليك مكي لحظه بركه ناخذ السلاح هذا ونجيك وطول كلكم معناها وليتوا تحبوا تجوني ليا مو صعب النوبس كل هكاك شوي عاد نسلع نسلع عاد صفايا قدام النصبه شوي لا ركحوا في بعضهم بلولية خوووو شكول يقتل مكي توا ما نعرفش شكول يقتل مكي توا شكول يقتل مكي توا بالله جماعة الحاف بالله يحط السوري الجوار قاعد يمشي واحد عندي درجين نلعب انا على البي سي والله حاس فما برانك في الحكي يقتل انا وش هما خسر سالي استنى استنى ركح وينك شرف زيد انتي وين هما عشان يتحرك علاش ما يموتش الجور نتاعك يشرب برشا في الواحد هذا عرفتو عرفتك البلار الدبوزه بلار الزرقاء شارب 8000 هذا انا نقتل فيه نضرب نضرب هم با قاعد يتعاق فهمت كيفاش ما موتش معناتها في الثمانية كراش اللي عطيتهم لك وانت بكرتوشه واحده برنسيب ذيك انا لهنا هذا شكون انا خديت لكم سنايبر شويه نسلع عاد نسلع مازلت يا ربي لا عملها عليك مازلت كهبت
يا سالح حط ربي في بالك خويا. مشي انا اخويا تو نزلت كي هبطت رايح تتسيقي. مش هو وين هذاك انك قتلتني قبيله ودفعت الوليد نسيتوا الكومنتات راه تلهيتوا في الجو راكم. اي يا اخي شجعوني الوليد. شكون هو هذاك؟ انا هذاك انا. لا موكش انت هذا خاطر عنده سكار صالح هذا. عندك الحق كي تقتلني تفرح صاحبي مش مشكل. لا مش كي نقتلك تفرح اما ذوما سلاحتي. ناخذ كيف تعيط وليد. نستحقهم ما عندي حتى شيء. زدتكم دومون تاعك. شبي ما عندك شيلد ويت. شكون؟ بالله جيب شيلد المرة الجاية كذا. باهي تاعك الدل. شر. لحظة عاد ما زلت نسلع ما زلت بك عم تحس لي ليه عاد قلت لي لحظة شكلك يا بوت ما زلت في السماء شكون قتل شكون شكون قتل شكون نحي لك السلاح نتاعك ليه عاد ماكي ما زلت نحكي مع الراجل عاد علاش هكا لحظة برك وليد ما في كل شيء انا كان باش تكملوا هكا والله باش تكملوا انا خلينا نكملوا رايزي ما زلت كهبطت ومنحي لك سبع سلاحات مين جبت هبطت معاه هبطت بهم هبطت بهم ولا هابط بيك شنيا ولا هابط بسلاح تسلح في الواحد انت في فوق ويا اخي عندي كوب مكي ما زلت نحتفل بالبونتو راني وانت بيه 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 كله بيه صح لا هذا معاش ماكم ماكم قتلتوني وعملتوهم وفرحانين والدنيا شد الروح بيه الوليد غششت انت توا يذومك الابطال تاع الكومنتات هكا قال لك نوبسك ما يعرفوش يلعبوا عندك عابر نضرب بهم عندك اصل ما لا سحيز بلي كذاب وش فيه نعمل لكم شويه فازيت مكي غدار والله هاو كرتو صاحبي سامر في مكي غدار صحيح فاهم الدنيا صاحبي سامر هاي الولاد يزيع فورتنايت الولاد شجعوني شكون تشجعوا انتوما لحظه برك ما نزيعش فورتنايت بيه شويه اسمعني لازمني ناخذ الريفانش كيكا يا مال ضروري لحظه ليه عاد كتلو في الزوز كتلو في فما ليخر فما ليخر منه ريت الغدره نتاعك شو تعمل فما ليخر بوحديك ايه ما عنديش كرتوش وين؟ الشرجي الشرجي اللي تنقز بعيدة تخزر الشرجي لتو صح قتلته بالزوز ما عنديش كرتوش يا 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 في عقري داريوم في عقري داريوم يا 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 في عقري داريوم ايش قالكم في العرض الوليد؟ ايش قالكم في العرض الوليد؟ خلينا نعاودها في الرالونتي ريتها في الرالونتي ريتها في الرالونتي لحظة بركة لحد الرياضي كيفيه الوليد مش كملوها فورتنايت ولا كيفيه؟ هيو قايف موتا موتا ونكملوها هاي يا بري اسمعني كما حاب ستيم يا جودي تانا جيت يورو بعضنا من اليوبلاي بريك كيفيه؟ جاي تضرب فيا بالله بالله خلينا نشري سلاح ما كل ما عندي سلاح تنصيبك تضرب فيا بمسحه عليه هذيك المسحه مش عامل من كيلا ماكي 17 وانت 13 معناها باقي انا ربع ساعه خاطر قبلت شرفه برشا ولا حقرك شرفه كوميم كوميم عندي مستقبل في الجيمنج تابعوني على تويتش الاولاد كل نهار الجمعه برافو هاي الوليد يزيها فورتنايت يز يز استنى عاد يزيها 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 وحشتي بهذه هزيتهم كل شرفه اني شي ليه 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 لحظه ليه لحظة. عادي قعدت انا وشرفه شكون باش يسلكها قلت لك انا ليه لحظه بالك خرجوني من اللعبه انا نلعب ولينكو ولا كيفيه انت عارفني انا وين انا مانيش عارفك انا وين سيبون نلعبوا هاي نلعب ارا صاحبي صالح ما تدخلش روحك نتفرج انا صاحبي نتفرج على صاحبي نتفرج تقتلوني صاحبي مش عارف وين انت واحد يدور بحذاه راني انا نقبل النقد اما راك باش تقتلني لا لا
كمل في التويل ودور على اليسار تتلقى على اليسار. واه انا خرجت الربح في الحكي. هاي سكروا فورتنايت. صحتك صحتك تو تراني لك ونرجع لك. كثير اه خرجت الربح. خرجت انا 18 كيلو في الاخر قاتلكم الزوز. قبلت شرفه برشا. انا جواري جواري دوب ما تمس ويتفرج. شو كيع؟ ليه ليه لازمنا نقدوا لي بوتون هذيك المشكله خاطريت انا نجري لهنا وننقز لهنا ونبدل السلاح لهنا. اي تنجم تبدل بالسوري السلاح في بيل يما هكا بين حلو تو اليو بلاي ولا كيف فورت راح نبدا على اليو بلاي براموس تيم يعمل فيها شعب فورنر ولا سيس فورنر سيس ما حبش يجوتي اميات واضح بالله اخر عاد نجربو تا خاطر فهمت ما حبش يجوتي اه باش نحاول نجوتيك مره اخرى شو اسمه الواحد نتاعك نخرج سحيب وعبد الحميد شنو سحيب جدي سؤال لا اسمعني يا فما ليان دانفيتاسيون ولا رابعه باش نقعد نمل عليك بالحرف بالحرف ماهيش من هذيك مش من هذيك الحكي خاطر كي نعمل نلعبوا الاخرى مورتيل كومبا الاولاد نلعبوا مورتيل كومبا مورتيل كومبا ترى جرب اكتب ماكي اومين كلها ماجيسكول ماجيسكول كلها اه ام 3 دو كاي غريك اومين قد ايه تفرجوا طاحوا طاحوا 2700 هيك هو تاو سيف قلت سيف قرايه هذا لقيتني اه اجوتي ترى اجوتي ان تون كامي والله جيت هاي وين كيف لحظه باش نروح ولا لحظه برك ليه صاحبنا عادتي ها كنت غلطت عليكم في المديرين اللي جاوا فهمتني صاحبي نخسروا المديرين ستوري فازيت هذيك اه 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 ما اللي ربحت عم تاول ولا ذي ما ربحتنيش انا اللي خرجت حتى انا ما ربحتنيش يا خالد انا غار طلعنا غار حتى فرجوا في اللايف تشوف خويا كيف ربحتهم مكي باك انت تلم تولي انت ثلاثه بعث نسكول هكا عندك انت في زوز كونتويت تي زوز امي معاك حلو حلو سياسه بس وك لحظه ما تبقادين السياس احنا باش نكملوا شويه واحد اخرى بركه واش نبوا زوز ما نعرفش قد الوقت توسع هذيك هي جا واحد اخر جا واحد واحد بكري قال لي هما يقولوا لنا يحبوا يلعبوا فورونر ولا سيس هما يقولوا يلا نافا يلا خدعه 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 صاحبي شبك خدعه وعلى الفازه باش نعمل ستوري يعني واش بشعرك ايه بين ما تقولوا ليش شعري مش مريق الليل ليماج ليماج حس اللي جميع مزلنا اللايف مزلك خسرت لي في اللايف انا اللي رابح خرجت في فورتنايت الزوز هذوما خاسرين عرفت النغره نتاع بسيكويم قاعدين يسيبوا فيها تابعونا على اللايف كيف كنت قاعدين تتفرج انت قتلتني قلت ولي كذاب ويس فيه كنا قلت سيس سيس برا سيس بيه سيس سيس اللي هي بيه. كونتر سترايك كونتر سترايك بيه فسر لك فازه صح انت بحكم ضيفنا وفازيت شي اختار واحد فينا يلعب مع خاطر سيس كل مره تلعب مع صالح مره خاطر ما تنجمش تلعب فيه سيس تيرو كونتر تيرو تيرو كونتر تيرو تيروريست كونتر تيروريست شوي تيرو كونتر تيرو فازيت ما فهميش الكونتر تيروريست شنو هي اسمه بوليسي تيرو انت قلت تيرو كونتر تيرو حصيلو اي تيرو وكونتر تيرو هذا تيرو كونتر اه فهمت على الفازه باش نلعب انا وياك من الاول خليه يفهم فاز تيرو يا احمق ليه ليه فهمت فهمت حكايه اخرى جم اللي نعرفك ما تفهمش كما تقول لي وزي داخل بعض اخوي قاعد نخمم في صاحبي كونر بعد شنو باش يعمل باش يتفرج ترى باش يخسر باش يخسر تتفرج ما عادش ناخذ وقت الشبه هو هذا يضل 4 تاع الصباح بالله والله ناخذ بزيد ومش عديوا بالله اي اس بي ان وانترنت هذيك الفازات لايف معناتها فما بيه استنى خلنا جوتي لهنا انتم سهيب هذايا سحايب كونتر سترايك مش نلعبوا الاخرى تخفيص وبون يا خير خويا تو نلعبوا ترى حكي ودي ننزل على برشا فلس خاطر زوز ما يبطاوش اي اي فازي فازي
وش صار له ثم ثم قبل بدل الواحد في الريجيس الدريس الدريس ليه استنى خل نحط فين ده كل يفضل في الريجيم الواحد اللي نحن الكابل ولا شنو الكابل كي مسيت سيبوت نحط لحظه بقى صعب هيك بس تروح حط لي الميكرو كيف تحدث الجو عندك مجو مجو جو بيه بقيت في الكابل انت وزر تفيسع ولا وينبروا أمي ما هي طلعت مش من أمي أنا طلعت من من فيسع ألب وعاد حاضر ساعة تغشش فيش تغشش فيسع ألب حاضر ساعة حلوة فاس تكرس الدور ويتكف زر هاك ساعة تفضل بس ماني حط الميكروفون تري وانت هيا الوليد عليش تبضايا حكيها في الكومنتارين ايش بيهم الضايا ليه ليه عادي يمشي ليه فرقوا فيها فسر لهم فسر لهم طول اللي هي كونتر سترايك لحظه صح ريغاري بعثت لي استنى هاي يزرب قال لك يزرب شكون بين حطوا دستون انا بشير بركه هاي عاد الوليد يحط لي جي هاي برا برا رسلكم لحظه خلينا نحي في الحس استنى دخلت واحد هي خاطرك دخلت وحدك انت تزرب داخل واحد شكون شكون من الاول اش نختار انا وياك كنت رساله نجمو ها شوف كنت معايا بعدك تقلق انا في بيجي زوز كونتر بعضهم واحد يتفرج ينبر من ليه ليه نجمو زوز كونتر واحد زوز كونتر واحد احنا وصالح كونتر كنتي وعليه تو اخترت صالح كنت لعبت مدخ مديمه مع بعضها نخت لك انت اخويا في الحس بالهكر نشوة فما وعليش عملت والله لا خاطرك نبر خويا متكتلين حط لي صالح متكتلين حط لك فيديو من عرش مقدم الفوز صاحبي هيبه لوف يو تو صح هيبه طفله هيبه شكرا صاحبتي ما جيتش ما فهمتش شبه دو في دو نحن ثلاثه صاحبي كيف هي دو في دو ما هو يحب يلعب يدخل معانا يدخل معانا ما فهمتش البيعه انت يبعث لي بالرسمي انا بعثي ما يبعثش واحد دوموند يلعب معانا ليه يبدا يشوفك انت وين ويجي يقتلك شنو المشكل؟ المشكل يعملها مره نخرجوا بعثنا ماكي فازية تعمل جاي اعمل كاستم وبعثنا الوليد هاو كان يحبكم تلعبوا ما يحبوش شو شي يعمل شو كنت ربوتيتا كهو ماهيش خم ماهيش هابط الفول الدشن يا حاج كيفاه غالطين مهبطين كان كنت ربوتيت لازم تشريها ب 15 دولار باش تعرف معناتها مانيش لاعبين احنا نلعبوا فورونا اليوم فورونا نلعبوا فورونا ولا شو اسمه ما تنجمش تبدلها ريتها يا الولاد وين ما حطيناش في نتر ما حطيناش في نتر قعدنا هو ما حطيناش نبدلوا تو فورون الخير فورون راه لكن نوب ولا خاتيني صحيح العب نوب شو معناتها هي كلمه زايده في الجيم معناها عادين انا ما تعرفش تلعب انا غير كيقول لك انا عندي الحق ما نعرفش نلعب خاطر معناها انت نوب ليه كيقول لك واحد انت نوب باش تعاودها تحلب علي نورمال مو باش تعاودها وقتاش جديد والله يا صاحبي قلت لك باش خلات مأخر قلت كيفاه جبر جبي سي اس جو تشاينا هاي برا هذا نلعبوا حليت فورونر سكر سكر جو حل الجو الاخر طيب كي باش نلعبوا كنت ربعاتنا في فورون اسكو لازم نجوتيو روحنا في اليو بلاي ولا خاطر انا عندي على اليو بلاي ديريكت ما عرفتش بس علاش في كل جو حاطين اوبستاكل هكا ما هو خاطر ريت كان جوج البي سي معناها نتاعك وجو بلاي خاطر احنا ما جربناهمش البي سي خاطر انا فهمت اي معناتها غدوه المهف باش يجي يلقى كل شيء حاضر وكل شيء جاي في وجهي انا نجم تقول فهمت كان حاضر مستانس انا نتاعي حتى سي ما فهمت انا ماني انا عيط كان صحابي انتو كان اما على فكره الكلهم يفهموا في يلقاو لكم في حلول في حلول معناتها تجرب قلت نجم تلعبوا ملتي بلاير درا شنيا ليه نريد ليه عندي مشكل تقني انا لهنا وين البوتيك نحب نشري بي سي لحظه برك صح لا تتبدل الكام لحظه برك حبش في بي سي الورقه السحريه وين لا ثم في ماي تيك وتونيزيا نت وزوم وويكي في ديسكاونت وسكو ثم تلقى صاحب البي سي حليت فورانر لحظه برك ثم مشكل تقني لهنا صاحبي
برق وينك مكي هاني صح امشي بركة هانا بش نمشي انتظر قليلا بعض من الوقت وسيتريقل الأمور سيتريقل أمين هي الظروف المباشرة ولا شنو دارت الكلمة مات أمين مفيد تعرف الكلمة لا من قبل معروفة أمين ليه خطر هكا اللي جايبينها زعما ممكن اشري بي سي جيمر والله ما ذا بيس مش اشري بي سي جيمر هو يرجع البلاي وبعدها يحكي رجع البي سي سلف من عند مكي شو تسلف من عند بي سي جيمر بي سي جيمر مريك نجح الجرافيك بيها برامازل لازم نجوتي بعضنا على اليوبلاي اللي عملناه قبل انا متعلق على اليوبلاي عمل اليوبلاي سهل تجوتي لازم نتفرج فيها هذا الكل علاش تتفرج فيها؟ مريك انا خل نشوف مع زملاء التقنيين بالعرب حتى يقول انتريك متولي تقنيين يزب لحس خمر بما يدري قلش يزب لحس دي توا هو نهار جاني تردون الجيران ما يدري قلش خايف جاني يا صاحبي شمس نخرج من هذايا جوتيتك طب ستيني هذه نجمة من كونتر بعضنا الكل لا زوز كونتر واحد زوز كونتر واحد حتى عارف زوز كونتر واحد نلعبوا نحن للتون هم أكثر شيفوا نلعب المشكلة يدي نلعبوا نحن كونتر بعضنا بري لطو انت يريد الاسم انتيعك ماكش حافظ الايميل انتيعك ويش نعمل للضايع حمديعك فازي اكسبت اذا بكسبت رجل مليك ريجي نجيب احداكم بيه شنعم ملتي بلاير هاي هاي استنى اكسبت يديك حس قتلها اللعبة ليه ولا ليه بيه مش نرمال تلعبها شكون انا؟ اه مش صحيح ولا مش نرمال بيه قلتش تلعب بكم كيف مالكير لا بيه ملتي بلاير ننزل انا استنى استنى تبدا ديريكت عم شنو حطيت في رد فايلك بيه بيه لحظة شبيك حطيت صويبعك في البلايس وين شنعمل؟ ليه مازلت ما عملت شيء يا بيه قادر نعدي في الأرض قبلتك قلت خلنا نعرف كيفاش هذي كيفاش؟ بيه كيفاش صالح هذي كيفاش؟ شنو مش تدخل؟ خل نكملوها تو راح بدينا فيه ما بدينيش ما بدينيش كيفاش اللي تضرب أنا وهي اللي تضرب؟ تضرب المشط تضرب بالسورية تضرب بالسورية وبالضربة هذي هكا هو اي وتتحرك بهذوما وكي نبدا انا باش نضربك مثلا على اليمين كتحرك السوري على اليمين تبلوكيني على اليمين ابعث لي ابعث لي ابعث لي باش تبلوكي يا ابعث استنى استنى شايف صاحبي دو يعني علاش تضيع وقتك يا صالح شبيك ديما ريتار اسمع شبيك صالح ديما ريتار ما عنديش بانز صاحبي علي ريدي عندي بانز انا اخويا عندك بانز دو انت صالح دو مريك بعثت عندي ميكس تيب اسمها بانز الوليد دعواتكم الوليد ناخذ بانز خويا نجيبوها في هلا صح هلا صح خلي يشوفونا في الكام ما لقيتكش كيفاش مكتوبه جيست ناقصه او علاش ما تحطوش البال الكام نتاعكم وقت الجولي نحطوا فيها الكام نتاعنا تحط اي لاف يو صالح حاله معاك صح شو اسمه احمد جيمنج حبك اكسبتي صالح اكسبتي برا برا ما وصلتش خلنا نلعبوا لوتو علاش هيك نحب نجي نجي مش من بعد كي يجيب عسل اكسبتيت ولا اكسبتيت اه شنو نديتيك تحب تتحدى اوكي برا زعما حلت الجو يا اخي حل الجو يا اخي انا وش بيك من حاله مالك وشنو التويتش نتاعك ها باش تحل معايا الاولاد وقتها ما زلت ما عملتوش اما نوعدك دوبا نعملو نبعث لك عمل لايف ستريم على الواحد ديريكت اهلا بكم انا دايلر عملت امير اي لوف يو تو دايلر مش هذاك بالريجيم بالفرنسيه دايلر علاش الفن نتاع مكي الفن نتاع مكي يكره مكي يكرهونيش فرقوا فيها مع لايسا اللينكو برو برو ملاوينك صح يزربونا شويه سامحنا صح
لا صالح يحل في الجيم ولازم ما نحبش نلعب معاكم يا اخي مش صاحبك انا ما نلعبوش لطون تحل انت ليه يلعبوا في صخ خلي نرقد ابوي طرقت العشرة صاحبي نهار السبت اليوم راه والله العظيم ليكم شي جسج مرحبا يا صاح ابعث لي تو في الفيلق في الجو في الفيلق هاي هاي رجعت الكا ما سي بون سي بون جاونا به رجعوا جو هنا تبرعوا لي البي سي وهذا صح رجع غدوة اكسبت اكسبت ما جيش شمش شو دخلك انت معاي ليه انا نغزل الكرون تاعك ما جيش اعمل شيفت اف 2 شكون شيفت اف 2 حل يو بلاي شوف اجيت ولا شيفت ما جيش حلت لي بلاي ليه كتير من شيكي انا مش عارف كمريتو سالح هو اللي مش مريقل اللي انت الان يعني الان انا بعثك ها انا بعثك اللي لازم انت تكسبت مو زنيش انا انا مش نعطب عليك ليش نفس المشكله انت عندك منها صلاح وما ها سي بون نفس المشكله ليه مو زني شيء فورتنايت وهيك ب ما هو في ديما كيكا اللي يحبوا بعضهم في مكان مو زني شيء صح انا عاودت لا هاك جيت الان انت يا هاك معايا هاك معايا هاني معاك راح الكاسك بتاعي وين يا هاني سي بون جونا بيه كاورو جونا بيه انت معايا ولا كنت؟ ما نعرفش انا نلعب انا اللي عرضني نضرب هذا يا صاحبي فيها كل واحد اللي قال لك لي نحضر اللي عرضني نضرب ولدي ما عرفش صاحبي جيب سيوفك وحديدك وفازتك وقبل صار فيها سيوفه هذه وكان سيوف ضرب عشوائي وفازيت هاياكم معايا انا وياك كونتر هو ما نعرفش شكون او توش نقسم انا وباش نجي وحدي كيبا الزرق انا نجي منا نعمل هكا كيبا اورانجي ليه بالعكس هكا نعمل اسمعني تسمع بها وحدي كونتر الكل تنجمش وحدي كونتر الكل يا دي انا مزوز مع بعضنا هم انتم مزوز مع بعضكم وانا واحد هز معك بوت هز معك مشوش معك بوت هاي مش معي بوت مريق اللي مش معي بوت مش معك بوت تختار زيدا تختار صاحبي ما فينك زور له لوحي دي انا المعلم هذايا انا بدي باش نلعب نزل هنا سي بون اونتري ما نحلبوش اختار اختار تخطي بو اختار الكرام تاعك نزل ريد يا كونفيرم يا مكي يا نرام كيكا رفيق ناجح ها برا صح انا معايا بوت معناها شي الاربعة فرد كاركتير دوما الزوز واحنا دوما الزوز الاربعة اخترنا فرد كاركتير كلنا اخترنا فرد كاركتير ايش بيس راكي صالح تشوف فايا مختار لا مش كان انت اخترت انا من الاول اول واحد اختار انا اخترت اخر واحد انا كان ثلث معناها الوحيد اللي تعرفينا ذكي هو البوت معناها جعنا فيه صحيح برك لا راه مش مشكل الوليد مش مشكل كثير شكون؟ نعاقبوها عليها الفاز شي مش تعاقبوا عليها انت انا اللي اخترت الوليد ما يصيرش كون انا مش نعاقب انت مش تعمل مش نعاقب راوند 1 اسمعني احلو رونجي ايه هذي اللي حقنا بدينا نلعبوا في اللون كيف انت بكي هذا نعرفش بيت شكون هذا هذا صالح هذا تو تقول لي بشد جارد بالسوري هو ما طلع ما شدش جارد جيب الراس بيك ما شد جارد ليه عزيزي شديت واحد بوت ولا شو اسمه بوتو بالرسمي قولي مين على الشكل علاش خليت كل واحد كونتر واحد كونتر وذيل بالضبط هذاك راه منطقي يدينا يقتلوا فما ضربه بركه يضرب بها برا مو فما سوريا فما فلس اخرين يقوز عليهم والبسمره دخلوا في النار قتلوا البوت قتلوا البوت والله قتلوا البوت كنا نلعب واحد وين ريتو البوت هذاك ها بوتني يدي هذيك الوحده كانت تاع الكوره راني توا فهمت اللي تنقز انا ولا ما ينقزوش ما ينقزوش الجارد كيفاش شكون هذا شكون بدا يضرب بدا يتوت حسب رايك علاش جارد ولا برا فما جارد فما لازم تبع ريتك كي تجي باش نضربك ايش عرفت ليش احمر لازمك انت تحرك السوري في الاتجاه هذاك معناها ما يخرج ليش انا الفليش بعدني اخويا خلنا نرتاح شوي ليه ليه شنو هي الحكايه هذه اللابوت هذه
طيشته من فوق، انت طيشتك من فوق. يا دي بالسياسه ما زلت لو تروح الاول تروح الثاني بعدها تشوف العرض. ريتو حايد بوت راوند 3 هاي ساره حاير هاي ساره شكون تو هاي الابطال ما ينقزش هو شكون منكم قز دون حب نار كيفاش يشد جارد خاطر الضرب الكل كليته هو لازم يشد جارد شكون جاي يتسلس اوكي صالح وينك انت وينك انا هاني لحظه برك صاحبي ضرب اخرى والموت يس اسمعني اسمعني لحظه الجارد ريت كي تجي باش يضربك ما يتشعل فليش احمر على اليمين تحرك السريع على اليمين تشعل فليش احمر على اليسار تحرك السريع على اليسار توا فهمت خاطر ضرب الكل وانزل وانزل كنترول اغزل لي انزل فلسه هذايا باش يخرجوا لك الفليشات فهمت فهمت باش تسير انا نلوج على كنترول من بكري شوف بعد الحكايه هذه شنو باش يصير انا فرج صاحبي تو العدو بعد تعاود صاحبي نعاود ريجي ريجي انا صاحبي ما كسلت شكون الزملاء في الحافله قاعدين مبينين قدام قاعدين ما يبدلوا في ال حط بري عاد حط ريدي هاي برا برا بدل بدل انا صاحبي لبس الكومبا وريدي بدل الجوار بدل وتم بدل خاطر دخلنا في الماتش ديريكت برامو دخلنا ليه ليه ذا ليه ليه برا نقسم ليه برا عاد اورانج انتم انا الازرق هكا معتين برا ليه انا هاني اخترت له حايد هذا بدل عاد بدل بدل عاد ليه ليه هذا اخترت صحيح صحيح فما جوارات محلولين عنده عندي ما همش محلولين را شنو اللي محلولين الكل نفس الكوبي ليه 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 ولا عندي ثلاثة انا هاك هذا نجم هذا نجم كلهم بعض كتلم فلوس هاك محلولين عندك انت ما همش محلولين هاك قالك ما عندكش فلوس ما عندكش فلوس نجم طلع ولا يلا يلعب يلعب شبيه شكون قاعد اش تعود يا اخي اوه تتشاهد دو سيبون تشري ولا كيفاش سيبون شاك بيه شاك بيه انا كنت بعض هاني انا الساموراي هاي جابون يدين هذا اللي شريته تو ايه انت يا ذا مش كيف كيف هو هذا هذا الساموراي هذا الساموراي هذاك الساموراي هذاك الاخرين صحيح كالعنقاء ولا شو اسمه ليك ونحبك تربحهم لحظه بركسه شكون اللي قالك نحبك تربح اي من ماك معايا تتربح ليك شو كذا خل نجرب لحظه لا انت هذا بشوي هي طلعت مراهل ايه مرة هذيك اما تضرب من البعيد هذيك بيه ليه عاد ليه نعمل بلاش هذيك عاد بعد قتلت واحد انا شكون هذا اللي مات قتلت البوت قتلت البوت قتلت واحد ريت كي فهمت هاللعبه كيفاش وينو صالح وينو خنجي نكور بيه اجي صاحبي انت لابس بالاصفر ولا لا يا لابس بالاصفر هو اللبس بالازرق معناتها يا لحظه برك ليه عاد جيت تكتل استنى استنى وزور ايش قالكم يا ايش قطعت لحظه تليفوني ينقز زين دينا تليفون ينقز تو وقته وقته تو وينو هاي خطا فني هاي جي 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 نجم نحيي صاحبي تحكي بالرسمي وانا باش نخليك تقاوم صاحبك ليه طلع كده يفهم الجو كيفاش يولي يعمل تشكون قاعد قوم بالبوس والله ما كرنيش اجوتيوني انا على تويتش الاولاد طول طول راني انا كونتر كاي جيش استنى عاد استنى هذي شنو هي اوبي الكاركتير هذي استنى يا حاج يا مدير استنى يعني جيش تروح يا انت رجع هذا صاحبي وينك تكتلوا راه وتكتلوا على شكيه وينك انت ايش انا في فورتنايت لي صراحه قتلوا واحد 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 بر اسمعني حط شوفي قلبك يربحوها هذا بر يعني كنت رذي يا راسي كذا صالح صالح هذا قاعد يكم بي اهو ليه استنى 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 يا ما يشدش جارد يا ما يشدش جارد هذا على شكيه يا ما يشدش جارد اسمع ما دخلتش مخي بالقدا حكيت الجارد
شد جارد راه هذا شدوني هما مش شد جارد حبي يعمل إلت هاي فايكينج هذي الرحمة لي يجا فيقني عاد ساح ضغط راني سلالة انت هذا مثلتهم الزود ساح دي سلالة ميت حتى هو ميت شعليه متن طحت طحت ليه وين تحسبت وين جزءان ليه طحت معانا ايه اسمعني الجارد الاولاد جس خنتستيو الجارد انزل كنترول هذا انت تخرج لك هذا انت على السوري هذا نعطيهم عبيد بوت هذا نشوف هذاك هو الجارد من غير ما ننزل كنترول ما تنزل كنترول من الاول مش تسيليكسيون الجوار اللي تعرفين متسع اسمع تكتلو راه وينك هذه ما تكتلو كان ما متسع باش حييني ساعة تحرقت صاحبي تحرقت وسكت ما عمل شيء انا بعت قلت خلي فضه مالبوت قاعد نفهم في حكايه الجارد انا ما لحظه بركه ما عادش فيها جارد توا الهجوم اقوى جارد وتنجم تفصع بالسباس تنزل سباس يتكربس توا تحكي لي فيها في الراوند 5 توا تذكرت خاطر انا توا تكربس وينك يا صديقي؟ لقريب لا حتى شيء بحرك لا لا مت حتى بس خويا كيف اسمعني احنا ربي خرج لبطولة ديفني ربي خربوها ربي خويا هاني انا وياك توا كنت رسالة خلينا نشوفوا البوت البوت عامل 7 كيلين قتلكم بوت ما تحشموش صراحة بوت حد بوت قوي ولا لاني حد شيء ما مسيتوش البوت اصلا يا اخي يا اخي 10 وربع تو تعدى فيس على الوقت الاولاد مريت كيف ايه بدينا 7:30 بلاص بدينا 7:30 ياك هاو نزيدو الطرح وكا طرح هذايا طرح هذين فضه اعمل ريدي ريدي الكومبا الاولاد لبس الكومبا ريدي الحرب صح مريك والله سهروا معنا اجا معايا في اللازر الزيل والفين والله سهروا الاولاد برافو لولي ليه اقلب انا وياك كونترو هوا اش عملتوا حاجه غلطه برافو تعال نرجع رجعت صار صار خرجت هدي جيت انا وياك وليك والبوت اي نورمال عاد ما يقلقنيش اش نحط برا ما يقلقكش ما يخلقك خرجنا انا وياك اش تلعب واحد خرج فيها كل بوتيت اش نحط ملتي بلاير اقعد غادي تطجيك انفيتاس يلا لحظه برك اكسبت يديك يلا نافا هكا هاو لا استنى لانسي مود جو دو كونتر جوز كونتر جوز لحظة مثميش هكا الاخرى فميش ثمك ال يعني كل واحد مثميش وقتاش لعبوا بالفرونر كل واحد شاه؟ فميش باي 4 كونتر 3 اسمع اف شي اف شي اورنجي اجا ازرق برا وزن غز معاك البوت تو يمشي البوت وحده معايا صح؟ تعرفش مراكن تبع البوت ولا ايه؟ شنو؟ بوتك صح؟ والله كلمة جديدة هذايا طبعا بارولية تفازيل والله ريدي الكوم اخترت هذايا خاطر تنقر باك الوحدة نتاعها من بعيد تعمل من بعيد تعطيك نقرة والله حتى انا اخترت لك واحدة تنقر صح؟ وعندك الوحده راس كبش ايه ما احنا تا مع بعض نصنا احنا ما بعضنا تا اسمع النجمو نتكتلو في واحد ديريك وليه خبش قاعد تتفرج ليه عاد ليه عاد اسمع انا وباش نحاول اللي باش نلقاه قدامي نحاول نفيني شيء فيصل نقتلو ونجي معك اوكي ديريك. اوكي بامور انت قوي انا باش نزرب في الواحد بامور هذيا قوي ياسر نفيني شيء فيصل ونجيك بامور تكتيكيه هاي برا ليه راوند 1 ملا بلاصه تلعب برجولي مش قارك في الجرافيك شكون البوتي هذي هذي صار شكون
اوه قتلوك ليه عاد ايش حشي بيك هيك ليه نحرش ليه قتلت زوز انا قبيله بعد او ماي جاد او ماي جاد قتلو في ساندويتشيك لقيتك انت يموت له ليه الجارد الجارد شبيه الجارد ما شدش انزل كنترول الاول بعد تخرج لك تاع السوري هذا شيت جارد او تاو انت شرفه شارك بسرعة هزي دي هزيك فوق شارك والله ينفرك انت صالح هذا ما هو انا تحت ذلك ليه دي موت صح بابا صح موت وين البوت ولا دعوا لي في الكرسي وين البوت اهو البوتي هو ذكا لا يقتل يمشي يمشي امشي ضربة يموت ضربة يموت مشي بوتك تحت البوت يا دي بوت ها جي بوت كني ايه بابا صحة حيات صح جاود يا بيه والله سلك يلا ليكو والله سلك او تحاول بالرسمي بجري هيتي بشي نقز له في الليكو نعم لوتين فهمتني لو حيت بوتي إذا ما خلينش تنفس لا حرش هيك استني وعاد استنى سليت انت مريق الخور خليني يا مبي أهمار هيك إليه عاد وطن دروات وانت تجد أعطيه ولا مال شفتها ليه نحب نلعب صحيت صحيت يا وحش صحيت والله خرج منهم في زوز معلم صعب اثنين شاي ليه كاركتير بدي ما يريقلش ما يريقلش ما يصلحش ايه الكاركتير فيكتوري ولا لا يصلح ووب شقليبة قلبة شقليبة معلم صعب يجي عليهم في الاخر راوند فور برا كنت وصالح وانا كنت البوت اقتل صالح في العادة شيء صالح موت موت معلم ما يرخش البوت قتلك ايزي 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 بس نحاول نجي نقومك يا وليني نجي نقومك شيء اغرس خي ما نقصت له شيء في دمه مانيش نشوف استنى هاي نكتة في دم حطينا نكتة دم يربح يا بزوز كنت يا غاي بوز انا شمشل روحك قدير ربحت اوهر وزعا غاي نعمل لو تروز هاي نكشو صاحبي يزينا صاحبي من جيمين غاي رسس خون من الكاسك ايه فازلك فاز يا صاحبي يا اخوي هاي تكترب على خاطر اللينك هاي بوز وقبيلك ربحتكم زيادة خاطر اللينك شاي ربحتني وقتش ربحت ربحتكم الزوز ليلي ريتمك فش 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 كل بيحشة بلاستو استنى مو مش بيني نينجا نينجا دخلوا هذيك هذيك تسمى بروفيشناليزم يا نعرفش عاملة الكاميرا لهنا انا نهار الاول هكايا شهر اخر معناتها بيد واحدة ليه والله تطعن ليه بارت فدليك معناها تلعب خير من حمى والله خير من حمى واصبح حمى من وينك ساعه
حاسلوا يا جماعة ما حليها اللمة متاع اليوم تلمينا 3200 3300 500 وصلنا ل 500 وصلنا ملايين وصلناش في بالي 300 وصلنا 3300 يودي وصلنا 3300 500 على كلام ليكو فهمت مسؤوليتي الأولى هكاك وصل لآخر لايف إن شاء الله تطلع عجبتكم الفوز الكل احنا عجبتنا ولا شي غير تطلع انتوما عجبتكم عملت برشا جو يعطيكم الصحة يعطيك الصحة صاحبي تشرفنا صاحبي هذاك بليزير ولا عمل جو على الاخر برافو بون كونتينياسيون عايش خويا حاسين يا جماعه كيكون في الاخر اللايف لايك شير سبسكرايب ان بيس يا مدير قوم برا يا